بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على الرسول الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله المشاري آل سعود عضو مجلس الشورى، سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الصالح مساعد الملحق للشؤون الثقافية والاجتماعية، الأستاذ صالح الفايز القنصل السعودي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة كندا. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حل الضياء بحلكم والمسك عطر أرضنا والعنبر. أهلا وسهلا بكم في ليلة ألفيتها بستان للمبتعثين مليء بالأزهار والأفانين، ليقطفوا بعض الثمار في لقاء مفتوح والذي ينظمه لكم جمعية الطلبة السعوديين في بريتش كولومبيا، اليوم الأربعاء 17 من شهر الله المحرم عام 35 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من شهر نوفمبر 2013. أما الآن مع عطر المجالس وأنس المجالس، آيات من الذكر الحكيم مع المهندس كمال عثمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. أيها الحضور وللجمعية كلمة، يتفضل المهندس عاصم عبد اللطيف رئيس جمعية الطلبة السعوديين في بريتش كولومبيا. بسم الله والحمد لله وكفى، ثم الصلاة على الحبيب المصطفى والآل والصحب ومن سار على النهج واقتفى ثم أما قد. أهلا بهذا المقدم الميموني، فبكم تقر جوانحي وعيوني. أهلا حللتم كل قلب مخلص يهوى الوفاء ويغتدي بالهون. أنتم نجوم في السماء تسامقت وصفت كمثل اللؤلؤ المكنون. لما حللتم بيننا أحييتم فينا السعادة رصعت بالجوم، ومشى البهاء بحينا متهاديا وبدا الجمال بمنظر مفتون. أهلا بهذا الجمع في أفيائه رويت حكاية منظر وفنون. وإن شئتموها بالعامية مرحبا باللي جينا، هلت الفرحة علينا وغنت الأشواق فينا، مرحبا ومليون مرحبا. صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله مشاري آل سعود، أنورت بك فانكوفر. الدكتور عبد العزيز طالب مساعد المحقق الثقافي للشؤون الثقافية والاجتماعية. الأستاذ صالح الفايز القنصل السعودي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة كندا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وبياكم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، دعاء تقوله الملائكة لمن عاد مريضا، ونحن كمبتعثين نعاني من مرض الغربة والحنين. مقدمكم هو مسكن للألم مؤقتا حتى نعود بإذن الله لأرض الوطن رافعين رؤوسنا ورؤوس وطننا بالعلم ومتسلحين بالمعرفة بإذن الله. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي مبتعثين ومرافقين، أعمامي الكرام، خذوها ثلاثا لا كالثلاث، مصفات منتقات، هي مني إلي قبل أن تكون إليكم وهي منكم، وعلى الله قصد السبيل. أولاها هي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثانيها، النادي السعودي هو منك ولك ويقوم بك وعليك، فأرنا منك خيرا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وما أنجز عمل إلا بتعاون وتعاضد. ثالثها، عش بالفأل، فالقادم أفضل وأروع وأجمل بإذن الجميل الذي يحب الجمال عز وجل. وعلل نفسك بالآمال وارقبها، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وإياك إياك من تشاؤم يقود إلى اليأس. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لن أطيل، أختم فأقول: حياكم الله ضيوفا ومضيفين، وحي هلا بجمع مبارك، وصلى الله على محمد. لله لفظك هذا سال من عسل، أن قصرت على أفواهنا العسل. كلمة الملحق الثقافي الدكتور علي البشري، يلقيها نيابة عنه مساعد الملحق الدكتور عبد العزيز الصالح، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. تركنا عن محدث البيضاء الذي حكم عليها العاجي وعن عندها. في البداية أتقدم بالشكر إلى سيدي خالد الحرمين الشريفين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في عمره، وإلى ولي عهد الأمين
والنائب الثاني وإلى الحكومة الرشيدة الذي فتحت لنا المجال في هذا البرنامج العظيم برنامج الارتعاش الذي نفتخر به جميعا، ونقول لجميع من يبارز الحكومة السعودية في أبنائها فهؤلاء هم رجال المستقبل، هؤلاء هم قادة الوطن، هؤلاء هم من سيكونون الراية في المستقبل. وأوزن الشكر وعلى كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، معالي وزير التعليم العالي ومن العاملين بالوزارة والجميع الذين يساهمون في رفع شأن هذا الوطن. أنا ليس لدي كلاما ولا تعودت أن أكتب كلاما مكتوبا، فإنه أرغب لي أن أكون الكلام من قلب القلب، وخاصة لما أقابل أعزاء أفتخر في لقائهم وأفرح في مشاهدتهم. في البداية قبل أن نبحر في الكلام، وليس لدينا ما يقال في هذا المجال إلا أن نشكر من ساهم في تنظيم هذا اللقاء وهذا الجمع، أخواننا وأبناؤنا القائمين على النادي السعودي وجميع الأندية السعودية، ما هم إلا متطوعين ولهم منا خير الجزاء وخير الشكر. نعلم أنهم مرتبطون ولديهم أسر ولديهم ما يشغلهم، ولكن سخروا أنفسهم لجميع خدمة الخدمات التي تقدم إلى الطلاب في مقر بيئتهم، ونحن نعلم ما ينالهم ونشكر لهم هذا التطوع وهذا الشرف الذي سينالون عليه من المولى عز وجل الأجر والثواب. هناك ثلاث نقاط رئيسية أحب أن أتكلم فيها باختصار شديد، فهي المجال الأول والذي أرغب أن أوجهه إلى الطلبة الذين يبدأون الدراسة في مجال اللغة. فمنذ بداية أن تبدأ مرحلة اللغة يجب أن يكون لديك خطة دراسية لك أنت شخصيا تدخل فيها هذا المجال. فإذا كان لديك قبول مشروط فخير وبركة، فإن لم يكن لديك قبول مشروط في جامعة أو كلية موصل بها، فمن البداية منذ بداية اللغة أن يكون هدفك الأول الحصول على قبول مشروط كسبا للغة. الأمر الآخر في بداية في السلم الأكاديمي، فإذا كنت في طالب من طلبة البكالوريوس أو المرحلة الجامعية، فأفضل ما تصنعه لنفسك أن تضع خطة مع مشرفك الدراسي في المواد الدراسية، وأن يكون هدفك الأساسي في بداية المرحلة وبالذات البكالوريوس أن يكون هدفك الأساسي هو تنظيم المواد الدراسية بحكم أن يكون هناك امتزاج بين المواد الصعبة والمواد السهلة والمواد الاختيارية، وذلك للمحافظة على المعدل التراكمي، وهو ما يتعرض له جميع أو أغلب الطلبة وخصوصا في التخصصات العلمية. فيبدأ بمواد تكون صعبة وصعبة المنال، وليس هناك شيء صعب، ولكن أحيانا في التخصصات العلمية والتخصصات التي تحتاج إلى تطبيقات عملية يكون هناك تكنولوجي، هناك باك جراوند يختلف عن الخلفية العلمية التي لديك اللي هي الرياضيات والعلوم. ففي البداية أن تبدأ في مرحلتك تدريجيا، وأن تمزج بين المواد الاختيارية ومواد التخصص بالتنسيق مع المشرف الدراسي. نصيحتي للأخوان الذين في الدراسات العليا أن يكون الترتيب الأولي مع المشرف الدراسي في خطة دراسية، فأغلب ما يبدأون في الجامعة يبدأ مع المشرف الدراسي، ولكن الخطة الدراسية لا يمكن أن يرتبها مع المشرف إلا بعد ما يمضي فصل دراسي أو فصلين، ويكون قد أمضى متطلبات دراسية أو سبق أن أخذ مواد دراسية لا تتكافأ، فيكون هناك عملية عدم ترتيب لبرنامج الدراسي ويتعثر ويتطلب تمديد. فهذه هي أهم الأشياء العلمية التي نلاحظ أنه الطلبة وبالذات المستجدين أن يكونوا على بصيرة بها، وهذه أهم ما يلا. اللقاء مع أستاذنا وأخونا الفاضل سمو الأمير خالد بن عبد الله المشاري آل سعود
له باع طويل في التعليم وله باع طويل في الجمايل على كل أبناء الوطن في ممارساته في وزارة التربية والتعليم في جامعة الملك سعود وما يتقلده الآن من موقع يخدم المجتمع السعودي في مجلس الشورى. فالحوار مفتوح لسموه ويشرفنا اللقاء بسموه. شكرا. شكرا مساعد المبحث الدكتور عبد العزيز الصالح. حار القصيد طويلا في مزاياه وتهى في حسنه التياه مرساه وأبحر الشعر في آفاقه جزلا قد هام يرسم في الدنيا سجاياه. سمو الأمير هاقت حال الكلمة أن تخرج فحيهلا بك بين أبنائك وأبناء شعبك. كلمة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله المشاري آل سعود فليتفضل مشكورا ما شكرت. شكرا جزيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أنا أعبر عن شعور السعادة والأنس الحقيقة بوجودي بين إخوة وأبناء يمثلون شعبا غاليا ويمثلون عناصر وطن غالي ليس على أهله ولكن على أمة الإسلام وأمة العرب بشكل عام. أنا لا أود الإطالة ليبدو أن هناك محاور كثيرة جدا للمناقشة في هذا اللقاء ولذا سأختصر في حديثي إليكم بما قل ودل إن شاء الله تعالى. أولا أود أن أعبر عن الشكر الجزيل لمعالي وزير التعليم العالي لدعوتي للالتقاء بكم وبزملائكم في مدن كندا ممتعتين من وزارة التعليم العالي ومن الجهات الأخرى المختلفة في المملكة. ثم الشكر بسعادة الملحق الدكتور علي البشري على اهتمامه وتنظيمه لمثل هذه اللقاءات وترتيب لها من وقت سابق وقديم. والشكر كذلك لسعادة مساعد الملحق الدكتور عبد العزيز الصالح الأخ الفاضل الذي لا يهلو جهدا في الترتيب والمتابعة لجعل مثل هذه اللقاءات وهذا اللقاء بالأخص لقاء ناجحا ومثمرا. والشكر كذلك له لسعادة القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوتاوا الأستاذ يوسف أبو عيش ولسعادة الأستاذ صالح الفايز القنصل العام بسفارة خادم الحرمين الشريفين على جهده وعنائه في حضور مثل هذه اللقاءات والمشاركة في الحوار ومعالجة مشكلات المبتعثين ما يعني السفارة منها وما يستطيع أن يقوم بمعالجته من ضمن ما يعالجونه من أمور ومشكلات وقضاياتهم المعالي السعوديين في هذا البلد. إخواني الكرام، إن المملكة العربية السعودية بما تقدمه وما تخطط له على مدى السنوات الماضية وما تخطط له على مدى السنوات القادمة وما خططت له في السنوات الماضية وما تخطط له للسنوات القادمة إن شاء الله هو في جوهره يدور ويتمحور حول بناء الإنسان، ذلك الإنسان السعودي الذي يعتبر أغلى ما يمثل من ثمرة ومن كذلك ركيزة من ركائز بناء هذا الوطن المعطاء للمملكة العربية السعودية. ولقد كانت الجهود منذ عهد المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز في بناء نظام تعليمي محكم
محكم واضحة وجلية منذ عهد التأسيس إلى اليوم، ونحن نعيش في تطور ملحوظ في حقل التعليم، سواء التعليم العام أو التعليم العالي. ولله الحمد حقق ذلك الجهد الكثير من المكاسب على المستوى الأفقي وانتشار التعليم وتعميم التعليم على الجنسين وتحقيق مستويات التعليم العالي من خلال بناء وإنشاء الجامعات المختلفة والتي تحقق من خلالها الحصول على درجة البكالوريوس لأعداد تقدر بمئات الألوف من الكفاءات التي أصبحت عناصر بناء وخدمة لهذا البلد العقاب. ولم تكتفي الجامعات بذلك، بل تعد جهدها إلى الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وأصبحنا ولله الحمد نحقق ونخرج طلاب في هذه المراحل في مختلف التخصصات. وقد كانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه في إنشاء برنامج الابتعاد الخارجي، كانت مبادرة غير مسبوقة. وعلى الرغم أن الابتعاد كان منذ عهد المؤسس رحمه الله، إلا أن هذه النقلة النوعية في حقل الابتعاد تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووصل عدد المبتعدين اليوم في مختلف أنحاء العالم إلى 160,000 مبتعث ومبتعد، وهو رقم بدون شك يعتبر رقم كبير جدا بكل المقاييس. والمبالغ التي تقدر وتصرف في ميزانية الدولة في خدمة هذا القطاع تفوق 30 مليار سنويا، وهي ميزانية مهما تحدثنا فهي ضخمة بكل المقاييس، وتتضمن الكثير من المكافآت والخدمات التي تقدم للمبتعثين لتيسير أمور ابتعاثهم ولتسهيل أمورهم لتحقيق الغايات التي من أجلها ابتعثوا إلى هذه الدول، وللرجوع إلى المملكة للإسهام في بناء هذا الكيان المبارك إن شاء الله. لا شك أن هذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة على الله تحتاج إلى جهد آخر مقابل تقومون به أنتم تجاه مجتمعكم وتجاه أنفسكم قبل ذلك. لا شك أن الدولة والبرنامج يقوم بتسهيل أمور المبتعثين في كل جامعة وفي كل قطر، و إضافة إلى المصروفات والتكاليف الأساسية هناك مصروفات وتكاليف تكميلية. الهدف منها التسهيل وبناء مجتمع للمبتعثين يقوم على رعاية المبتعثين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية، وفي نفس الوقت بناء روابط اجتماعية تربطهم فيما بينهم وتربطهم بوطنهم لكي لا ينفصلوا عن هذا الوطن، ولكي يكونوا دائما الاتصال والتواصل مع وطنهم الذي يحتاج إليهم في أسرع وقت ممكن من بعد تخرجهم، للإسهام في رقي وبناء المجتمع وبناء الدولة المملكة العربية السعودية في مستقبلها، في حاضرها ومستقبلها. أقول أن الدولة لم تقصر ولله الحمد في توفير كثير من الإسهامات للمبتعثين، وعلى المبتعثون وعلى المبتعثين أن يقوموا بأدوار مقابلة لذلك. وما أقصده في هذا الجانب أقصد أن المبتعثين يجب أن يردوا الجميل للوطن، فالوطن أسهم في تأهيلهم وإعدادهم، وعليهم مسؤولية القيام والإسهام في بناء الوطن ومواصلة الجهود التي بدأها آباؤهم وأجدادهم لجعل وطننا المملكة العربية السعودية في
في أحسن حال من الرقي ومن المكانة ومن القدرة الاقتصادية والقدرة الثقافية والتعليمية وتحقيق أفضل المستويات في كل المجالات المختلفة والمركبة. ولا شك أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال بناء إنسان ذو شخصية متكاملة تتكامل فيها الجوانب العلمية والثقافية والمعارية وجوانب الشخصية وجوانب الوعي والإدراك وجوانب الحرص وجوانب التي تجعل من الإنسان أكثر ولاء لوطنه ومجتمعه ولدولته ولكيانه الديني والسياسي والفكري. كل هذه الأبعاد يجب أن تكون حاضرة لدى المبتعث ويجب على المبتعث وغير المبتعث كذلك أن يقوم أو أن يحاول وأن ينمي هذه القدرات وأن ينمي الشعور بالولاء والانتماء لوطنه. وبالأخص المبتعثون الذين قامت الدولة بالصرف عليهم بسخاء لعشمها في أن يقوموا بأدوار لا يستطيع أحد القيام بها إلا والمملكة كما تعرفون أو كما قد تبادر لأذهانكم تقوم على مشروع ضخم وكبير وحضاري هو مشروع تحول اقتصادي لاقتصاد المعرفة. هذا المشروع الذي يراد منه أن يتحول بيئة المملكة إلى بيئة مجتمع معرفي، وتعرفون ما هو المجتمع المعرفي وذلك المجتمع الذي تسود فيه المعرفة وتتفوق عناصره في هذه الجوانب العلمية والتعليمية لكي تصل إلى مراحل أو مراكز منافسة لما يصل إليه غيرهم من الشعوب الأخرى في البلاد المختلفة. ولا شك أن هذه التنافسية في هذه المجالات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال بذل جهد متواصل وجهد مثمر وجهد جاد وللوصول إلى المكانة العلمية التي يمكن من خلالها منافسة بقية شعوب الأرض في نواتج هذه المعرفة. ونواتج المعرفة النواتج التي تبنى عليها كثير من المنتجات للخدمة البشرية والتي يكون من خلالها اقتصاد نطلق عليه دائما الاقتصاد المعرفي أو المنتجات التي تبنى على المعرفة والتي تكون لهذه المنتجات آثار اقتصادية إيجابية على المجتمع. بمعنى أنه يجب أن نتحول من خلال هذه الخطة في فترة زمنية محددة إلى أن يكون اقتصادنا اقتصاداً بدل أن يكون اقتصاد ريعي مبني على ما يوفره لنا النفط والعائدات إلى أن يكون اقتصاد معرفي تبنى قيامه على منتجات المعرفة ومنتجات المعرفة تبنى دائماً من خلال الفرد المؤهل والفرد المعد إعداد جيد لإنتاج معرفي جيد وبالتالي إنتاج معرفي يمكن أن يروج له اقتصادياً وأن يكون له ثمرة وفائدة اقتصادية على مجتمع البشرية بشكل عام. والتحول الاقتصادي المعرفي ليس بالأمر سهل ويمثل تحدي كبير جداً، ولا شك أن إعداد الكوادر الشابة المؤهلة سيكون كبيراً بإذن الله لإعداد أو للتحول إلى هذا النوع من الاقتصاد. ودوركم كمبتعثين مهم جدا في هذه المرحلة، فأنتم من سيكون كفة السفينة في الوطن في المستقبل، وأنتم من ستحملون لواء هذا التحول إلى الاقتصاد المعرفي. ولذلك لا بد من الإعداد المسبق والجاد لهذا التحول، والتحول ليس أمرا سهلا خلال فترة وجيزة يمكن أن يتحقق، ولكن هذا التحول يحتاج إلى سنوات وإلى جهود متواصلة ومضنية لتحقيق هذه المرحلة والوصول للمجتمع إلى مجتمع معرفي. إذن ما هو دورنا كمبتعثين للقيام بهذه المهام؟ كيف يمكن لنا أن نحقق
هذه المكانة وهذه المنزلة، وأن نرتقي بالمعرفة إلى أن تكون معرفة مثمرة من خلال الاختراعات والابتكارات النوعية التي تقود إلى منتجات نوعية مثمرة ومفيدة للبشرية بشكل عام، وبالتالي تكون لها عائدات اقتصادية ذات قيمة عالية ورفعها. دعونا يكمن بأن نكون مؤهلين تأهيلاً عالياً جداً، وأن نتجه ونلحم نحو المؤسسات العلمية ذات المكانة الرصينة، وأن نبلي بلاءً حسناً في تحقيق المراتب العليا والمنافسة على تحقيق المستويات المتقدمة بين مجموع طلاب تلك المؤسسات، وأن نسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق الاختراعات والابتكارات المختلفة التي نتهيأ من خلالها إلى أن ننتج ابتكارات متواصلة، وأن نكون مجتمعا يمكن أن يوصف بأنه مجتمع مبتكر ومجتمع ذو ابتكار وذو مبادرة وذو تجديد في العطاء المعرفي والعلمي. وبذلك نستطيع أن نحقق المكانة التي ننافس من أجلها بين شعوب الأرض. ولذلك على المتعبين الحقيقة الاتجاه بشكل جدي إلى المؤسسات العلمية ذات المكانة الرصينة التي سبق وأن ذكرت لكم، وأن نتجنب تلك المؤسسات العلمية والتعليمية والجامعات ذات المستويات المتدنية التي ليس بمقدورها أن تنمي الفكر والعطاء، وليس بإمكانها أن تشحب الهمم والأذهان، وأن تنمي القدرات الفاعلة بين المتعبين لتحقيق المستويات المطلوبة. المؤسسات الضعيفة قد لا تستطيع في أحسن أحوالها أكثر من أن تخرج مؤهلا تأهيلا متوسطا أو أقل من المتوسط، ونحن نطمح في عملية التحول التي أنتم ستقودونها وأنتم ستكونون عناصرها وركائزها. لا بد أن تكونوا في مستويات علمية وتعليمية وتأهيلية عالية جدا، وأن لا ترضوا بالمستوى القليل، وأن لا ترضوا بالمستويات المتدنية، وأن يكون لديكم دائما الطموح للارتقاء دائما المستويات الأعلى، وأن تكون لديكم الطموح لتحقيق التنافسية بين زملائكم وأقرانكم في المراحل المختلفة والتخصصات العديدة التي تحويها تلك الجامعات والتي يلتحق بها العديد من المتعلمين. أختصر القول في هذا المجال فأقول إننا نحتاج إلى مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية، وليست مخرجات تعليمية ذات كفاءة دون متوسط أو ضعيفة. نحن نحتاج هذه المخرجات المؤهلة لكي نحقق التنافسية. التنافسية ليست فقط على المستوى العالمي، ولكن التنافسية مع مخرجات الجامعات السعودية، لكي أيضا في نفس الوقت نرتقي بمخرجات الجامعات السعودية لتحقيق الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها. ومن خلال هذا الجهد وشحذ الهمم بأننا نستطيع فعلا أن نكون ناجحين، وأن نتغلب على تحدي تحقيق التحول الاقتصادي المهم لاقتصاد المملكة، التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المعرفي. فإن ضاع الله بجهودكم المخلصة وكفاءتكم العالية وهممكم الكبيرة لتحقيق هذه المراتب، وأنصح الجميع بتجنب كل المؤسسات التعليمية ذات المستويات والتصنيفات الضعيفة أو دون متوسطة، وأن نلجأ إلى المستويات العالية ذات المؤسسات المشهور لها المستويات العالية المتقدمة، وأن نقصد أصحاب العلم والمعرفة من الباحثين والأساتذة بعينهم، وأن نلازمهم وأن نأخذ العلم عنهم
لكي نكون مبادرين وأوائل في ذلك العمل أو في تلك ذلك التخصص، لكي نصل بهذا التخصص والمعرفة إلى ما وصل إليه الغير، بل نتجاوز الغير إلى الأفضل إن شاء الله تعالى. هذا باختصار ما نهدف إليه وإلى تحقيقه، إضافة إلى أن بلدكم يحتاجكم بكثير وللعديد من التخصصات، فعليكم البحث على التخصصات التي هي في كفة الأمر ذات احتياج وذات أولوية لخدمة سوق العمل وتلبية احتياج سوق العمل، وعليكم تجنب التخصصات ذات الاهتمام الأقل وذات الاحتياج الأقل والتي ليس لها طلب في سوق العمل أو يتوفر بها عدد كبير جدا في سوق العمل. ثم عليكم الاعتماد الذاتي على أنفسكم، وعليكم تدريس أنفسكم وتمهين تخصصاتكم لكي تقوموا بصنع وبابتكار فرص العمل لأنفسكم وإيجاد هذه الفرص لأنفسكم، وعدم الاعتماد على الغير لإيجاد فرص عمل لكم. من خلال الابتكار وتنمية الابتكار واحتضان الابتكار من قبل المؤسسات المختصة التي في التعامل مع المبتكرين والابتكارات، تستطيعون تنمية أعمالكم وتنمية أفكاركم وتسويقها واستثمارها الاستثمار الأمثل، ومن ثم تطويرها للمحافظة على هذا المكتسب، واستمرار التطوير يضمن في المستقبل بإذن الله إمساك الزمام المبادرة في هذه التخصصات وهذه المخترعات والمبتكرات للوصول دائما إلى أن نكون في مقدمة من يستثمرون هذه المعارف ومن يستثمرون هذه الابتكارات والأفكار، بدلا من أن تضيع ويتلقفها الآخرون ويأخذوها ويطوروها ثم بعد ذلك يستثمروها لصالحهم. فزمام المبادرة من قبلكم وعدم الاعتماد على الغير في تحقيق المكاسب وتحقيق الأعمال والوظائف هو منوط بقدراتكم الذاتية مع التكامل مع الجهات التي ترعى الابتكارات للوصول إلى خلق أعمال جديدة وفرص عمل جديدة لا تتوفر حتى في السوق التقليدية المحلية. عليكم ابتكار أيضا أسواق جديدة وأفكار جديدة وصناعات جديدة ومنتجات جديدة لا تتوفر في الأسواق أو من خلال الصناعات التقليدية المتوفرة وما يوفره القطاع الخاص من فرص في هذا الجانب. فعلينا الجموح بعيدا عن التقليدية في هذا الجانب والخروج والنهي بأنفسنا عن الأمور التقليدية التي تقتل الطموح وتقتل الفكر، وهي عبارة عن تكرار وإعادة إنتاج لأفكار الآخرين. ويجب علينا أن لا نكون مستهلكين أو نعيد إنتاج أفكار الآخرين وأن نكون عالة عليهم، بل يجب أن نتحرر من ذلك وأن ننتج منتجات جديدة وأن نبتكر ابتكارات جديدة وأن نبني عليها منتجات جديدة تخدم البشرية، وأن نكون أصحاب المبادرة وأن تكون ابتكاراتنا بعيدة عن ابتكار أو عن إعادة صناعة منتجات غيرها. ثم بعد ذلك يجب علينا أن نكون شعوبا منتجة لا شعوبا مستهلكة، شعوبا لا تستهلك منتجات الآخرين، بل شعوب تنتج الفكر وتنتج المنتجات وتسويقها لدى الآخرين. يجب علينا أن نكون أن نبز الآخرين بالفكر العلمي والابتكارات العلمية وأن نتفوق عليهم حتى ولو كان عددنا قليل، إلا أن الفكر وتنمية البشر عندما يكون عدد المتخصصين والمبتكرين فيه نسبة عالية جدا فإنه يستطيع التغلب على أو مبارزة الأعداد الهائلة جدا من البشر التي لا تمتلك القدرات التفكيرية والابتكارية التي يمكن أن يمتلكها من يحملون المؤهلات العالية والقدرات والمهارات الابتكارية التي يمكن أن يحملها الإنسان بقدراته الذاتية وبتطوير ذهنه وتطوير أفكاره وتطوير
لا شك أن أنكم إذا رجعتم إن شاء الله تعالى سترسلون صورة مستقبل المملكة العربية السعودية، ونرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصورة هي الصورة التي نطمح إليها، وأن تكون الصورة التي ترسلونها لمستقبل الأجيال صورة أكثر طموحا من الصورة التي رسمناها، وأن تكون صورتكم طموحها يفوق طموحنا بمراحل عديدة. وعندما نرى المستقبل أو نتوقع ماذا سيكون عليه المستقبل، فإن ذلك منوط بما نراه ونلمحه في وجوهكم، وإن شاء الله وجوهكم كلها وجوه فأل في هذا المجال، والجهود والمبادرات والمبشرات التي نتلقاها ما بين يوم وآخر من التفوق العلمي والدراسي والمخترعات وما تسجل من براءة اختراع، سواء من بينكم كمبتعثين أو من بين مخرجات الجامعات السعودية، إنما هو دليل ومبشر على أن خطواتنا في طريق التحول المعرفي إن شاء الله ستكون خطوات تهنية وخطوات جادة، وخطوات إن شاء الله ستسير بنا إلى تحقيق الهدف بإذن الله في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى. ولذلك فإن مستقبلنا إن شاء الله نراه في وجودكم، وإن شاء الله نرى ذلك المستقبل نراه مشرقا ومزدهرا، ونرى اقتصادنا إن شاء الله اقتصادا مزدهرا ومثمرا للمملكة العربية السعودية، التي سينعكس اقتصادها وقوة اقتصادها ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي بما تحمله المملكة من مكانة علمية ومن مكانة دينية وفكرية بين الشعوب الإسلامية بشكل عام وبين الشعوب العالمية بشكل عام بما تحمله فيه الإسلام والسلام والتفاهم والحوار ونبذ العنف ونبذ الفرقة والتكافل بين الشعوب الإنسانية التي يسعى جميع الأهداف. أخلص إلى أن مستقبلنا منوط أو مستقبل بلدكم منوط بكم، فأنتم الأدوات والعناصر الفاعلة التي ستكون هذا المجتمع، ولذلك تحملكم بهذه المسؤولية سيكون تحمل عظيم وكبير جدا، وهي مسؤولية عظيمة وكبيرة جدا، وتحمل المسؤولية يستلزم الجد والاجتهاد والبعد عن ما يشغل ويلهي، ومحاولة تحقيق الأهداف والتخطيط للوصول إليها بشكل سريع وفاعل من أهم الغايات والاهتمامات لديكم. ولذلك عليكم أن تؤدوا وما يتعشم وطنكم منكم أن تحققوا ومنكم أن تؤدوا لخدمة وطنكم وشعب وموطنكم وقيادتكم ولتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دولتكم ومملكتكم التي أنتم غالين عليها وهي غالية عليكم، وكلكم أنتم تبادلونها ذلك الشعور والمحبة والحمالة، وهي تنتظركم ببادل الصبر، وأنتم كذلك تنتظرون العودة لخدمتها ببادل الصبر كذلك. أدعو الله سبحانه وتعالى يسدد خطاكم وأن يعينكم على أداء رسالتكم ورحمتكم، وأن يحقق لكم النجاح والتفوق، وأن يحقق لكم ما تحبونها وتأملونها في تحقيقه، وأن نراكم جميعا عناصر فاعلة إن شاء الله مبتكرة ومؤدية وعناصر مسهمة إسهام إيجابي وفاعل في تحقيق وتحقيق خطط مملكتكم وخطط دولتكم وطنكم إلى التطور المعرفي وإلى نقل الخبرة والمعرفة وتوطينها في مملكتكم وبين معدنيكم وإخوانكم وأهلكم لتحقيق الرفاه الاقتصادي والمعيشي الذي تطمحون إليه وتطمحون إليه مواطنيكم وإخوانكم جميعا وقيادتكم في وطنكم المرحب. أنا لا أحب الإطالة بل فعلا أطلت عليكم بحديثي وأسهمت في ذلك، لكن سامحوني على ذلك وأختصر القول، وأشكر الله سبحانه وتعالى على أن حقق هذا اللقاء الجميل في هذا
النائب الثاني حفظكم الله جميعا وحفظكم الله جميعا والوطن والمواطنين جميعا وجعلنا وإياكم دائما في القمة وجعل وطنكم دائما في القمة وجعلنا نتحقق من الخير والنعمة دائما لا يتغير ويزيد دائما مع زيادة الخير والعطاء والبذل الجهود بالمباركة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام وشكرا لكم. تودعت شكرا سمو الامير كما يقولون بالعاميه كفيت وفيت فنسال الله عز وجل ان يجعل ذلك قبولا واثرا باذن الله تعالى. ايها الاخوه الحضور ايها الضيوف الان مع العرض لتقرير الانشطه في جمعيه طلب السعوديين في بريتش كولومبيا ثم بعد ذلك نفتح المجال للمشاركات والمداخلات لسمو الامير. بداية هذه نقطة مختصرة من جمعية الطلب السعوديين من ضمن الأنشطة الموجودة أو الموجود في موقع الجمعية دليل المبتعث طبعاً المكتوب والمصور وهو عبارة عن معلومات تقدم للمبتعثين والمرافقين كذلك معلومات قبل السفر ومعلومات ما بعد الوصول معلومات عن دولة كندا وكذلك معلومات عن مدينة فانكوفر ثم بعد ذلك معلومات وتنبيهات ينبغي للمبتعث أن يتنبه لها من قبل السفر ومن ضمن ما فيه من عناصر مسألة استخراج الفيزا وكذلك السكن وطريقة اختياره وطريقة الوصول إليه وكيفية حجزه كذلك فتح أو طريقة فتح الحساب البنكي للمبتعث ومعه مرفق نصائح وتوجيهات ثم أيضا يتضمن فتح ملف في الملحقية وكذلك كيفية الحصول على التأمين الصحي وأيضا كيفية القبول في المدارس الكندية وكذلك طريقة الحجوزات في السفر للطيران أقصد أيضا كذلك فيه عنصر يبين كيفية التقديم والقبولات في الجامعات والمعاهد أيضا من ضمن الأنشطة السوق السعودي في فانكوفر وهذا طريقته يتم فيه البيع والشراء بالأثاث والسيارات وكذلك الإلكترونيات وأيضا فيه طريقة أو يعرض فيه لمن أراد أن يأخذ شقة يسكن فيها وطريقة عرض الأسعار ومواقعها وكيفية الوصول إليها وكذلك يشمل فيه نظام بما يسمى الهومستي وكذلك الحاضنات ما يسمى بيبي سيتر أو ديكير طريقة الحصول عليها أو مواقعها وكذلك الأعمار المناسبة لها أيضا يتم فيه أمور أخرى للمبتعثين من احتياجات كتذاكر الطيران وغير ذلك أيضا هناك صفحة في فيسبوك خاصة للطلبة السعوديين في بريتش كولومبيا ينزل فيها تقرير صور ومقاطع فيديو لكل ما تم تقديمه أو في كل شرف تقريبا كذلك يوجد قناة خاصة باليوتيوب ينزل فيها أبرز المحاضرات والدورات وكذلك اللقاءات والأنشطة التي أقيمت في النادي السعودي ليسهل الوصول إليها وكذلك مشاهدتها وتكون كتوثيق لبعض البرامج لجمعية الطلبة السعوديين أيضا معنا في أنشطة جمعية الطلبة برنامج للقادمين الجدد لمدينة فانكوفر وذلك عبارة عن استمارة يعني يتم تعبئتها في حالة الرغبة لخدمة الاستقبال وحجز فندق وكذلك توصيل المطار وأيضا يوضح فيها بيانات الرقم مثلا قد يصل بعد يومين أو يحدد الرحلة التي يتجه إليها من ضمن الأنشطة أيضا حتى لا نطيل سريعا فكرة أو خدمة الخط الساخن وكما موضح أمامكم في الصورة ليسهل الوصول إلى الجمعية
طبعا في اشياء كثيره عبر الايميل وكذلك عبر الويب سايت وكذلك عن طريق الرقم المجاني في امريكا وفي كندا او عن طريق برنامج المجاني سكايب او على الفاكس او الاتصال لمن هم في خارج امريكا الشماليه. من ضمن الانشطه ايضا للنادي السعودي او جمعيه الطلبه السعوديين في فانكوفر لقاء الشهر، وهو كما هو معلوم للاخوه المبتعثين هي برامج تقدم اشبه ما تكون لبرامج المبتعثين ترفيهيه وكذلك مسابقات ثقافيه ودورات تدريبيه ودورات ومحاضرات خاصه للمبتعثين للجامعه والمعاهد وكذلك برامج خاصه للنساء. وهذا تقرير ما حدث في احد لقاءات الشهر، بعض المباريات والانشطه والمسابقات، كذلك انشطه خارجيه ومن ضمنها سباق السيارات، ويكون هناك بعض البرامج خاصه اشبه ما تكون ترفيهيه، كذلك من ضمن الدورات دوره قدمت بعنوان الاحتراف التصويري، وكذلك اقيمت دوره في او ورش عمل دوره بعنوان مبادئ التصميم الجرافيكي، كذلك اقيم لدينا في جمعيه الطلبه السعوديين في بريتش كولومبيا وهي ما يهم المبتعث اختبار الايلتس، حيث اقيمت ورشه عمل مع احد المحاضرين في المكتبه العامه بفانكوفر، وهو يعني يبين للطالب في حضوره لهذه الدوره ما هو اختبار الايلتس وكيف يحضر او كيف يحضر الطالب لهذا الاختبار وكيف يتم طريقه التقديم على هذا الاختبار. ايضا اقيم برنامج اخر وهو بديل لاختبار الايلتس بما يسمى كاي، هو معتمد من معظم الجامعات الكنديه، وهذا يعطي الطالب فرصة لتنمية المهارات وتوسيع الاختيارات لديه للحصول على قبول جامعي، وكانت مدتها 3 أيام. أيضا أقيمت محاضرة وورشة عمل حول حضانات الأطفال، حيث يتم معرفة الأنظمة والقوانين في بريتش كولومبيا، كيف يتم معرفة الوصول إليها وكذلك طريقة البحث عن حاضنة مناسبة للطفل، وكذلك يتم فيها حفظ الحقوق في التعامل مع مقدمي هذه الخدمات في رعاية الأطفال. أيضا كما ترون في الصورة أمامكم تقدم الجمعية خدمات المبتعثين والمرافقين، برنامج أو خدمة استئجار السيارة بخصومات خاصة بالسعودية تصل قرابة 50%، كذلك من ضمن الخدمات المقدمة للمبتعثين خصومات لشركة الشحن في ديكس، كذلك يكون عليها حصول ببطاقة عضوية يتم خصم أكثر من 40% يستفيد من المبتعث لتسهيل إجراءاته وأموره. أيضا التعاون مع الفنادق، وكان هناك فندق خاص يتعامل معه الجمعية للنزلاء في الداون تاون يتم خصم قرابة 20% مع قائمة الأسعار حسب المواسم. كذلك كانت هناك أنشطة رياضية، برنامج كرة القدم الصيفي وكان على مدى 3 أعوام تقريبا، وهذا كما ترون موضح عندكم جدول برنامج كرة القدم. كذلك هذا نموذج طبعا يعني فريق هو كما يسمى محترف ممثل السعودية في الدوري الكندي السعودي. أيضا هناك برامج شارك فيها المبتعثون في جمعية الطلبة هنا في بريتش كولومبيا في فانكوفر، المشاركة في اليوم الوطني، وهذه بعض النماذج والصور التي أقيمت في سنوات مضت. كذلك كانت هناك برامج قدمت عفوا في رمضان. قبل ذلك عفوا كما ترون في الصورة أمامكم كان للسعوديين وبالأخص المبتعثين مشاركات في المناسبات الكندية، وهذا نموذج عندكم كندا داي شارك فيه السعوديون في بعض المناسبات. كذلك برنامج شهر رمضان، وهذا برنامج خاص بهذا الشهر الكريم، ومن ضمن أشهر البرامج التي قدمت فيه الرحلة البحرية التي كانت قرابة 4 ساعات حول فانكوفر، أقيمت فيها برامج وكذلك تم فيها الإفطار وأقيم صلاة المغرب، ثم بعد ذلك قدمت فيها دورات ومسابقات ثقافية، وكان هناك أيضا برامج النساء، ومن بعد ذلك أقيمت فيها صلاة العشاء والتراويح،
رحلة بحرية استمتع فيها المشاركون حتى طلبوا أيضا تكرارها مرارا، ونسأل الله عز وجل يوفق القائمين في الجميع على ذلك. هذا نموذج الإفطار الرمضاني أمامكم، الصور موضحة، كان قرابة أكثر من 8 لقاءات أو 7 لقاءات تقريبا في شهر رمضان، يوم الجمعة ويوم السبت في الويكند يحضر فيه المبتعثون ويشاركون إخوانهم في الإفطار والبرامج الثقافية المناسبة، وكان الحضور ما يقرب عن 100 أو يزيد بالقدر. هذه صور كما ترون أمامكم موضح الشاشة، عيد الفطر المبارك، صلاة العيد أقيمت، وكذلك برامج واحتفال خاص للمبتعثين السعوديين في الجمعية، جمعية الطلبة السعوديين، كذلك شاركوا في برنامج عيد الأضحى المبارك، وهناك أيضا أنشطة وبرامج، لكن هذا أبرز ما لدينا، ونظر لضيق الوقت نبقى بعد ذلك للعرض المرئي. خلاص اللغة الآن، إذا طلبت درس السعودية لغة درس.
طالبة ماجستير. طالبة ماجستير، وقالت لي كذا 10 سنين ولا بدو لك بعد 18 شهر؟ خلصت 18 شهر باللغة؟ أيوه. يعني أنت تبغى تدري هذه بعد 18 شهر؟ أيوه. طيب عندك مواد أكاديمية اللي تدرسيها في البرنامج؟ أنا جبت لها قبول من الهدف الأساسي من ذكرها أنه لابد لأنه ما نبغى الطالب يدرس بعد 18 شهر أي مواد ولا تسجل البرنامج. لما قالت تجيب قبول معناته انه تجيب له شبه حقتك ورقه او خطاب بانه انت اذا درست المواد هذه يسمونها زي ال عشان تعرف ملف اكاديمي فما موجبات ما في ملف الاكاديمي لك لابد تجيب قبول. قبول نهائي؟ قبول نهائي قبول من الماجستير خلص اللغه قبل الماجستير. لا بس هي ارسلت لي قبل رساله تقول تجيبي لي قبول مواد اكاديميه وراح اعطيك الست شهور الستين. ويوم جبت قبول قالت لي لا لازم قبول نهائي. طيب اعطيني الموضوع الورقه واسمك ورقم طلابي وان شاء الله يوصلك وقت الاسبوع هذا ان شاء الله. شكرا. احنا بناخذ الان المحور الاول اللي هو محور الاكاديمي فاذا في اي استفسارات ناخذ سؤال من اللي جت على الايميل سمو الامير الدكتور هل من ممكن يكون في رابط من وزارة التعليم العالي يبين احتياج سوق العمل في السعودية حيث أنه بناء عليه حددت اختيار التخصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا يمكن سأل الدكتور عبد العزيز في الإجابة عليه. وزارة التعليم العالي حسب ما أعرف من الأولويات الابتعاث يحدد ضمن التخصصات يحتاجها سوق العمل. فهي ابتعاث جديد حاليا ما لا يتم لاي طالب الا ضمن تخصصات مذكوره محدده في قائمه التخصصات المسموح بالابتعاث اليها وعلى الطالب ان يختار اي من التخصصات هذه. طبعا هذه التخصصات كلها نسقت وزاره التعليم العالي مع جهات قطاعات العمل المختلفه سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص لان تكون هذه التخصصات ضمن التخصصات المذكوره في سوق العمل. وبالتالي الامر يعني ميسر ان شاء الله من خلال هذه من خلال الابتعاث اصلا الى هذه التخصصات. كذلك بالامكان التواصل مع الجهات المختلفه مثل التنميه البدنيه لمعرفه التخصصات مثل القطاعات الصحيه، القطاعات المهندسيه، القطاع الخاص في تخصصات كثيره جدا اكثر من القطاع الحكومي. القطاع الحكومي تشبع اسرع من القطاع الخاص لكن القطاع الخاص ما زال يطلب تخصصات متعدده يمكن من خلال التعرف من خلال يعني بعض القوائم الموجوده عند الحافز وكذلك في وزاره العمل يمكن التعرف على بعض التخصصات المطلوبه في سوق العمل. واعتقد يعني يمكن حتى الملحقيات ووزاره التعليم العالي تساعد في هذا الجانب. انا اترك بقيه السؤال او الاجابه للدكتور عبد العزيز. بالنسبه لفرص العمل موجوده ان شاء الله وهناك في حفل التخرج يكون هناك في جوهر اللي هو يوم المهنه. فيوم المهنه العام الماضي وصلنا 33 جهه مشاركه. شركات كثير كانت تتواصل بحكم العام الماضي كنت رئيس لجنه حفل التخرج فكانوا يتواصلون معي كثير من الشركات تطلبون تخصصات يطلبون ابناء المستعدين ولكن هناك عده معايير مهمه جدا وسبق سمو الامير نوه زملائكم في اوتوا عن انه يجب الطالب ان يعرف كيف يقدم نفسه. متطلبات الوظيفه ليست فقط سوق العمل موجود والاحتياج موجود ان شاء الله، ولكن كيف تقدم نفسك؟ كيف تقدم تخصصك؟ وكيف تقدم او تعرف الجهه التي تحتاج اليها؟ فهناك جميع الوسائل موجوده فيه يوم المهنه يكون فيها جوب بير موجود فيه انت خريج تجي وتحضر وتشوف وفي مقابلات والعام الماضي تم تعيين ناس فوري في نفس جوب بير وفي ناس ولكن لما كان هناك نقاش مع الزملاء في الجهات اللي صدرناها والجهه المنسقه ان يقول مشكله الطالب انه يستعجل في عمليه الحصول على الموافقه. فعمليه التوظيف لما ياخذ اوراقك وياخذ السي في وياخذ الاجراءات تتطلب وقت يعني 6 شهور 7 شهور
البرنامج السعودية ويبرزون ويعرفون ويديك إن شاء الله الرب، ولكن هي الأبواب مفتوحة للجميع وقنوات موجودة، الدخول على مواقع الشركات، موقع الملحقية الآن كل يوم أو ثلاثة أيام بالكثير أو أسبوعية نرسل لكم تأمين وفي إعلان على موقع الملحقية للجهات الطالبة، الجامعات، الشركات، فأنت مجرد المتابعة منك وعملية إعداد نفسك إعداد جيد اللي هي الخبرة، وتكون كل هذه متطلبة بعملية السر الذاتية، لما تفقد السر الذاتية وترفق جميع، لا تحقر من المعروف شيئا، لا تحقر أي شيء سويته في حياتك حتى لو كان عمل تطوعي، اذكر السر الذاتية وإن شاء الله تبقى مفتوحة للجميع إن شاء الله. يعطيك العافية. ناخذ سؤال من الجمهور. شوف اللي عنده المكان. تفضل النص. ويا حبذا انك في المحور الاكاديمي والاسئله العامه تتجنب الحالات الخاصه. تفضل. هو السؤال بخصوص ابناء المواطنات، هل يمكن ان يصدر قرار انه يضمن اشمال برنامج الدعم؟ ما كان السؤال يا أخي؟ السؤال المقيمين في المملكة من أبناء المواطنات السعوديات، هل في قرار إنه يشمل، هل في قرار مستقبل إنه يشمل يشملهم؟ المقيمين في المملكة؟ إيه المقيمين في المملكة من أبناء المواطنات السعوديات، يعني أنا عندي أخوي غير سعودي بس يعني أنا سعودي وأخواني غير سعوديين. ايوه والوالده السعوديه، فهل في قرار انه او استثناء لهم؟ والله هذا شيء راجع للوزاره العامه، ولكن اللي اعرفه انه الدخول اول حاجه هو عمليه ابتعاث لجهتين، الانضمام للبرنامج او تقديم البرنامج، ومن ضمن الاولويات تقديم البرنامج ان يكون في سجل مدني، فلا بد ان يكتب سجل مدني وتنظر حقوق، ولكن اذا في استثناء او شيء راجع للوزاره. طيب ناخذ سؤال من اللي جت على الايميل. سؤال يقول لماذا يتم حصر المؤتمرات العلميه لطلاب الماستر والدكتوراه بالاقليم في شمال امريكا فقط حيث ان معظم المؤتمرات تتم في اوروبا؟ يعني هل اللي فهمته من السؤال ان الطالب يرغب ان يحضر مؤتمر خارج نطاق خارج النطاق؟ لا انا اتكلم عن مش امريكا الشماليه، خارج نطاق المقر البعثي نسميه. هذه لوائح، ولوائح نص عليها مجلس الوزراء و لوائح الابتعاث، لوائح المؤتمرات، حضور الدورات العلميه، حضور هذه جميع اللوائح. فالطالب المبتعث له الحق في درجه الماجستير ان يحضر المؤتمر، وفي درجه الدكتوراه ان يحضر المؤتمر، وان يكون في مقر بيته. ناخذ سؤال فتح الابتعاث في مجالات الفنون، خط الافلام، هذه الحاجات يعني اللي ممكن تعكس ثقافتنا فيها، يعني بس كيف سابقا انه الطبخ لا يشرف السعوديه او شيء زي كذا، ليش ما يتم فتح هذه التخصصات على اساس انها تعكس يعني احنا تعودنا وصلنا على هندسه وطب وكل هذه الحاجات، ليش ما يتم فتح التخصصات كلها للطلاب هذا؟ جميل، قبل ما ناخذ الاجابه تعريف الشيف غسان الحيدري من ابناء فانكوفر، من افضل الطباخين اللي موجودين حقيقه في فانكوفر واستراليا. الشيف النادي من يدينه، رجل محترف في فن الطبخ الله يعطيه العافيه، وعنده طموح انه يكون في هذا المجال. اجابه اللي جاء سؤاله كان لماذا لا تفتح المجالات في مجال الفنون مثل الطبخ والافلام والاشياء اللي ما تشرف الهندسه والطب والاشياء اللي تقصد هذا البرنامج؟ برنامج خالد محمد الشربين؟ برنامج خالد محمد الشربين احنا قبل شوي تفضل سمو الامير وقال انه احتياج سوق العمل. والمرحله التاسعه ركزوا على عمليه احتياج سوق العمل، احتياج سوق العمل اول حاجه من ضمن شروط المرحله التاسعه انه يكون بدايه تخصص. وليش ركزوا على ابتداء التخصص؟ لان الطالب لما يطلع مثلا بكالوريوس في تخصص معين يبتدي تخصص ماجستير دكتوراه، لان سوق العمل في الجامعه السعوديه في حاجه فيها معايير وكريتيريا لعمليه تنميه الاحتياج. هل
عمل كتابي من ناحية الفنون؟ لا مش مختلف من ناحية الفنون، ولكن البلد الآن الأمس في الحاجة البلد الآن السبب خاصة المنطقة اللي وضعوها الأخيرة في البرنامج تخصص الأطباء ولا الأولوية للتخصصات الأهمية اللي موجودة الآن في حياة البلد. بس أحيانا أحس يعني إحنا نحتاج من يمثل ثقافتنا، يعني مثلا أنا طباخ، الأكل أكثر شيء يمثل ثقافة الشعوب، يعني الأفلام يعني هذا شيء يمثل ثقافة الوطن، كيف تبغى الناس تحسن صورة الوطن، كيف تبغى الناس تحسن صورة المسلمين، كل هذه الحاجات، كيف تبغى الناس تصنع لك أناشيد إسلامية وهي ما عندها الموسيقى؟ موجود السعودية في جميع الجامعات السعودية موجود تخصصات مخصصة وخاصة التخصصات العلمية في الاقتصاد المنزلي، الكليات والجامعات تقدم حتى أتكلم عني كرجل، أنا إنسان بدرس حتى الدراسة العليا في موجود في السعودية، موجود في الجانب المهني في السعودية، وهذا يعتبر من المهن الموجودة، وهناك قطاع كامل في المملكة العربية السعودية هي قطاع التعليم المهني. فهذا شيء موجود الآن، وكان عندهم برنامج خاص بالابتعاد من البرامج المهنية. للأسف والله ما أسمع فيه. في برنامج خاص بالحرمية الشريفية بالابتعاد الخارجي يتبع المؤسسة العامة للتعليم المهني. أنا درست على حسابي الخاص طبعاً، لأن الملحق السابق قال إنه تخصص طب ما نشر في السعودية، وللأسف خص بجوائز على مستوى المملكة ونزلت في الجرائد إنه غسان طالب مبتعث، وأنا لا أكون مبتعث، يعني هذا كله كان بجهد من الوالد ودعم من وزارة التعليم. فبس يعني لا أكثر. شرفت بالكلام هذا، ويعجبني انه يكون في واحد طموح، وما يعني من الاشياء اللي انا اكون احنا سعيد فيها لما اسمع الكلام هذا من اي طالب. هذا صار دكتور، هل ممكن ندعم الشاب الطموح انه من اي استثناء مثلا انه يدرس البرنامج هذا لمده سنه واحده فقط؟ وطبعا البرامج التطبيقيه المهنيه موجود، هي خارج التخصصات اللي عاده الابتعاد منها، تخصصات الفندقة والمملكة موجودة من خلال المعاهد ومن خلال كليات الفندقة وكذلك في كليات أهلية وفي كليات تابعة للتعليم الفني والمهني، وبالتالي مثل هذه الدوائر ممكن تحصلها يعني عدد كبير جدا، والتخصصات التطبيقية المهنية كثيرة جدا ولا يمكن حصرها، وبالتالي يعني يصعب الحقيقة وضع نظام الابتعاث في هذه التخصصات، وبحكم أنها يعني مدة التخصصات مدتها قصيرة عادة هي متوفرة وبالإمكان يعني المهتم بعمليات الطب بعمليات الفندقة المختلفة الحصول على مثل هذه التخصصات بعدها خلال سنة أو حتى 6 شهور الحصول على دبلوم في هذه التخصص. فهي قد تصعب لأن التخصصات المهنية كثيرة لا تحصل، يعني يمكن ترتيب مثل هذه الأشياء، في أمور موجودة في أمور غير موجودة التدريب عليها، يمكن ترتيبها وعادة ترتب حسب الاحتياج، ولا يمنع أحد إذا كان يبغى يسوي دكتوراه في الطب أو اتجاهات الوجبات للتغذية مثلا، موجود التغذية مثلا اللي يدرسون تخصصات التغذية مرحلة الماجستير والدكتوراه، ممكن يكون مرحلة البحث عن يعني اتجاهات التغذية باسم الوجبات الشعبية في المملكة العربية السعودية، هذا ما يمنع عليك تجربة فيها، لكن كتخرج كطباخ كشف أو تعمل مباشرة في عمليات الطبخ وممارسة العمل المهني اليومي، هذا تخصص مهني يؤدى من خلال معاهد تطبيقية موجود جزء منها في المملكة، معاهد تطبيقية عديد من المعاهد تخرج ناس متخصصين سواء في إدارات عمليات الفندقة والخدمة اللي تتبعها مثل المطاعم وغيرها، أو في عمليات الطبخ وإعداد الوجبات وغيرها. ولذلك يعني هي لها جانبين، جانب إذا أردت أن تأخذها من الجانب العلمي وتأخذ الجانب البحثي فيها، فممكن من خلال تخصصك في التغذية سواء من خريجي كلية الزراعة أقسام علوم الأغذية أو من خريجي كلية العلوم الطبية التطبيقية أقسام التغذية العلاجية،
ممكن بحث التقدم يعني بحث أكبر، دراسة الموجبات وش مكوناتها، وش عناصرها، مدى اكتمالها، مدى يعني جودتها من ناحية الغذائية للمريض وغير المريض الصحيح، مدى زيادة نسبة الكوليسترول فيها، كم تأثيرها على الصحة على البدانة. كل هذه الأشياء ممكن أداءها من خلال التفصيلات الابتعاث الحالية، يعني يمكن بعضهم الآن أنا ما أعرف موجودين، لكن بالتأكيد في أحد العلوم الطبية تغذية من برنامج ماجستير في العلوم الأرضية، فهذه متاحة. لكن إذا أخذناها من جانب التطبيقي العملي فهي يعني عادة تكون برامج قصيرة، تدريب مهني، إعداد مهني في الدرجة الأساسية، وهذه الحقيقة يعني مثلها مثل كثير من التخصصات المهنية اللي يعني يصعب الحقيقة الابتعاد لها في الخارج، ويصعب تنظيم حتى الابتعاد. لكن بالنسبة لك كطموح يعني أنا أتصور أنت إذا حصلت على درجة جامعية بإمكانك أنك تواصل في مجال التغذية ومجال حقوق التغذية، إضافة إلى أنك أنت يعني طباخ محترف، أنت أيضا في نفس الوقت أيضا عالم الغذائي، تمثل الجانب النظري والعلمي في عملية التغذية، كيفية بناء الوجبات المحتملة، الوجبات الصحية، الوجبات التي تتجنب المكونات الضارة والأثار المختلفة لها. بالتالي أنت تجمع بين القسمين يعني ممارس، وفي نفس الوقت تكون عندك القدرات العلمية في هذا الجانب. ولذلك أنا أنصحك الحقيقة، أنت يعني يمكن أنك أكثر واحد تكون واحد في هذا الجانب، أنك تنطلق في جانب دراساتك في الماجستير، أو إذا كان معك بكالوريوس تأخذ ماجستير في العلوم الغذائية، وتبحث في كثير من الجوانب إذا كانت غير مكتملة في جوانب الوجبات الشعبية عندنا في المملكة. عندنا ما شاء الله يعني طيف كبير جدا من الوجبات، كل منطقة مناطق المملكة فيها وجبات ما شاء الله، وجبات غنية ودسمة، يعني بالإمكان البحث فيها بثراء بأريحية يعني وتحقيق كثير من النتائج الإيجابية في هذا الجانب، وتخدمنا كمجتمع وتخدم المهنة كمهنة، فتحقق يعني دور بسكورة بحاجة منكم، يعني أسهمت شوي في هذا في مجال محور الأكاديمي. سؤال أخر من الأخوات. السلام عليكم. بالنسبة لجامعات كندا وإحنا طالبات ماستر، ودائما القبولات فيها صعبة، تطلب منا 6.5 أو 7 في الآيلتس، وأوقات نقدر نجيب قبول مثلا في دولة ثانية زي إيرلندا، بس إنه مشروط إنه ندرس 3 شهور في نفس الجامعة. بس في هذه الحالة أنا عن نفسي يوم رفعت قبولي للملحقية رفضوا الطلب إني أغير دولة وأدرس 3 شهور في نفس الجامعة، ليش ما نقدر يعني يكون متاح لنا هذا الشيء؟ شكرا. كيف تدرس 3 شهور في نفس الجامعة؟ أي جامعة؟ الجامعة هنا؟ لا في إيرلندا. إني أغير دولة غير كندا، تغيير الدولة، تغيير الدولة ليس عن طريق الملحقية، الملحقية فقط تاخذ طلبك تسلم الوزارة. بس نفس القبول رفضوه يوم إنه مشروط 3 شهور أدرس لغة في نفس الجامعة بعدين على طول أبدأ ماستر. لا لحظة شوية، أنت الآن قلت البداية إنه لازم أدرس 3 شهور في الجامعة. أيوة في نفس الجامعة. أنا كمل الكلام. دولة ثانية. أنا كمل الكلام. لا يمكن أن ينتقل أي طالب من دولة لدولة إلا أن يأتي بقبول أكاديمي. متأكد. هو قبول أكاديمي. أنا كمل لك عشان أنا أعطيك إنه ننتهي موضوع. لابد النظام اللوائح، إنه لابد الطالب، لأنه أنت الآن أغلب الطلاب بيروح أمريكا بيروح بيجيب مثلا قبول ماجستير في البزنس أو كذا مشروط ب جيمات، مشروط بجاري، هذا ما في مشكلة. لكن ينتقل قبول مشروط بلغة لا، لأنه أنها لغة بلد. يفترض أن أنت ما تدخل لإيرلندا طلبك من إيرلندا 5-5.5 في الآيس ولا بالكيل ولا بالتوفل، يجب أن تكون وفيت هذا الشرط وتنتقل قبول أكاديمي، تبدأ دراسة أكاديمية في إيرلندا. هذا اللي حتوافق عليه أنه يعرض على اللجنة في وزارة التعليم العالي في وكالة وزارة الانبعاثات، فيجب أن يكون الأشياء التي يطلبها منك تكون هناك. أنا بس ودي أستوضح الأخت الزميلة، كم نتيجة في الآيلتس؟ 5.5. والمطلوب؟ المطلوب 5.5. لا
لا لا لا واضحين في كذا. ستة ونص. وانتي حققتي 5:30. ايوه. انا بجاوبك بطريقة مختلفة تماما. ترى الجهد اللي تبذلينه والوقت اللي بيضيعه عشان تنتقلين الى ايرلندا اكثر بكثير من انك لو ركزتي 3 شهور. يعني انت وصلتي 5:30، ما هو من المستحيل انك تحققي 6:30. استمتعت يعني يمكن الملحقية اللي ما عندها ممرونة يساعدونك بهذا الجانب أكثر من أنك تنتقلي إلى دولة ثانية. كم خبرتي يا أخي باللغة؟ كم لك في اللغة؟ سنتين. يعني ما بتقدر تقعد معاه إلين يعني مثلا بعد 6 شهور زيادة. كيف 6 شهور؟ أنت الآن أنت الآن أخذت كمان سنتين في اللغة وجدت 5:30. قدمت قبول انتقال ورفض لأوراقك؟ أيوة قدمت في سبتمبر. ورفض؟ أيوة. طيب من سبتمبر الآن قاعد تدرسي لغة دي؟ طيب اكتبي أنت ورقتك من أذن الأخ هذي وحالتك كلها كاملة ورقم الطلب الذي رفض وأشوف إن شاء الله ويجيك رد إن شاء الله. شكرا. عشان أخذ الموضوع يكون قادر من الأسئلة. قبل أن نأخذ واحد من الجمهور أعطونا المايك. في سؤال دكتور عن إيقاف بعض الدول لما بغير دولة من بريطانيا تعتبر مغفلة، فما السبب؟ هل هو بتكلم السعوديين عندما بين في جامعات ما في سعوديين في بريطانيا؟ بالنسبة لإيقاف الدول ليس الملحقية أي دور فيه. إيقاف أول حاجة إيقاف الدول يوقف الوزارة ويأتي خطاب للملحقية بأن الدولة هذه لا يتم تحويل عليها إيقاف. سابقا كان إيقاف الابتعاث لبريطانيا، الآن حتى إيقاف تحويل لبريطانيا. جاء خطاب في الآونة الأخيرة بأنه إيقاف حتى تحويل لبريطانيا يوقف، لأنه في أسباب هم يعرفون الوزارة، إحنا لا نعلم. قد يكون في أسباب زيادة عن الطلاب، قد يكون أنه في فيه ظروف معينة أكاديمية في الدولة هذه، فهذه راجعة. أولا أشكركم على حرصكم على لقاء أبنائكم الطلاب. عندي سؤال لصاحب السمو الأمير الدكتور. سؤالي يا طويل العمر، إحنا مرافقين دارسين ونعمل في السلك العسكري، يوجد عدد لا بأس به، ولكن قبل سنة صدر قرار قاضي حرمين الشريفين أن العسكري يحق له الحصول على 4 سنوات إجازة، ولكن بعد مرور سنة توقف هذا القرار. والآن مستقبل المبتعثات، بعض المبتعثات مربوط بهذا القرار. نتمنى منك طول العمر إيصال صوتنا للمسؤولين ومناقشة هذا الموضوع في مجلس الشورى. وشكرا. طبعاً أنا بدي أستوضح منك، يعني وقف القرار هل وقف من الجهة اللي أصدرت القرار الأول ولا وقف إيقاف تنفيذي؟ هو في المجلس العسكري. أوقف هذا القرار، لكن بعد ما عمل به سنة كاملة. طبعاً رئيس مجلس الخدمة العسكرية هو قائد الحرم الشريف. إذا كان صدر عن مجلس الخدمة العسكرية على ذلك، إذا كنت أنت متأكد بس أسألك. إحنا هذه المعلومات اللي أنا أملكها لازم نعرفها. ما عندكم يعني رقم قرار ولا شيء معين في هذا الجانب؟ لا. أنا أشوف الموضوع على حال. سؤالي لوزارة التعليم العالي، ليه ما يتم أخذ بالاعتبار رفع العمر للدارسين بالتعليم العالي بالبلد؟ ما يكون في حد للعمر بحيث إنه بالبلد لما البنت توصل 27 ما تقدر تكمل، وبعض البنات أنا أعرف كثير معهم طموح إنهم يكملون، مو لازم منها تطلع برا البلد بحيث إنها في بنات محافظين وما يفعلون الجواز. فليه ما يتم أخذ الأخذ في الاعتبار إنك ترفعون عمر دارس للجامعات السعودية ما يكون الحد 27، وممكن إنه ما يكون مجانا، ممكن تعملهم معاملة الانتساب بحيث إنهم يدفعون مبالغ رمزية 3000 بس تدرس. وحاليا في تحديد العمر اللي يدخل الجامعة؟ اي 27 مو اكثر من 22 حتى الانتساب. تتكلم عن ابتعاث
الابتعاث ولا تتكلمين عن الابتعاث؟ التعليم بالبلد وحتى الابتعاث تضطر انها تجي على حسابها ما عندها امكانيه مثلا بعدين تنظر. ليش التقييم بالبلد؟ تعمل للعموم هذا اللي تقولين نسويه. ليش لازم في تقييم بالبلد؟ طيب في سؤال قبل أن نأخذ من الجمهور ورد كثير وتكرر الدكتور اللي هو مكافأة أو تكاليف الحضانات للأطفال على سبيل المثال بالأرقام مكافأة الطفل من الوزارة 400 دولار مصروف أو تكلفة الحضانة الفردية 1200 كمتوسط. طبعا موضوع الحضانات يبدو ورد لنا سابقا مجلس الشورى ومجلس الشورى اصدر توصية قرار في هذا الشان في يعني معالجة وضع حالات الحضانات في المكافئة، وكانت هذا القرار انطلاقا من قناعة المجلس بأن الموضوع فعلا يعني يحتاج إلى معالجة، وأن التكاليف اللي ترتب على التحاق الأطفال بالحضانات تكاليف عالية، وأحيانا يحتاج المبتعث إلى دعم بهذه المبادرة المالية لتيسير معالجة هذه الحالات، خصوصا إذا كانت جميع الأبوين محققين للدراسة في الجامعات يحتاجون إلى هذه الخدمة. حسب ما أعرف أن الموضوع يدرس في لجنة خاصة لهذا الأمر، لكن إلى الآن لم ينتهي الموضوع إلى نتيجة يمكن الإعلان عنها أو الوصول بها إلى يمكن الإعلان عنها. قد يكون مستجدات هذا الأمر أكثر من بدعة الإعلان. بالنسبة للحضانات تكلم أخوي مهندس عاصم وقال أن تكاليف الطالب 400 دولار وغيره وكذا، التكاليف بجزء من الطالب بس بالنسبة لها ما لها علاقة بالحضانة. هل مصاريف الطبيب هذه في لوائح الابتعاث يكون يصرف له؟ قلنا ولا لا، موضوع الحضانة موجود لدى الجهات وتم رفع عدة مرات من الملحقية والمنادات فيه وعنده جهات مختصة وهم أصحاب القرار ولم يأتي أي رد عليه، وتم تصعيده عدة مرات مدرجة عالي إلى جهة دون اختصاص وما زال يتضرر. هل إذا تعذر الدعم المالي هل ممكن إصدار ضمان مالي من الملحقية للحضانة؟ لا لا يمكن إصدار ضمان مالي من قرار بإقرار الحضانة. سؤال هنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعطيكم البيت. أنا عندي مشكلة من 5 شهور، أنا رحت أوتاوا وربطوا بي مرتين في أوتاوا، درست في أوتاوا 4 أيام. كان الملحق والمساعد حقه في إجازة وربط الطلب من الدكتور إسماعيل النجار. جيت فانكوفر بعد ما رجع الدكتور ناصر الشلعان أعطاني توصية أن يمددون لفترة اللغة والرفض التوصية 8 مرات، وأنا الحين 5 شهور بدون راتب وبدون دراسة أو بدون مكافأة، أتمنى حل هذا الموضوع. كيف الرفض؟ 8 مرات من التوصية. 8 مرات الرفض. يعني 8 مرات تقدم عن جوجل. عندي التوصية. لحظة. الآن 8 مرات تقدم عن جوجل ترفض. ترفض التوصية. بسبب إن المشكلة. لحظة شيء. سبب الرفض مش مكتوب. المشكلة كانت في جازة، استاذ على دبوسي كانت في جازة. كل يوم كان مشرف يجي وكل مرة مشرف يطلب شيء جديد. أنا سؤالي واضح. 8 مرات ما عرفت ولا سبب منه. السبب وش هو؟ أنا بقول لك سبب الرفض. سبب الرفض إن كل يوم مشرف مناوب بيجي. لأن إذا كان. لا يكتب لك مشرف. الرفض لما يكتب لك رفض لابد بسبب. يكتب لك أين التوصية؟ أرجع أفضل التوصية اليوم. التوصية من الدكتور ناصر الشيخ. ما يطلب توصية في ما لا يمكن يكون سبب رفض. يطلب توصية الدكتور ناصر الشيخ. شو السبب الرفض؟ إذا رفض أي طالب لأي طالب. يرفض بسبب نواقص، يا خطاب المعهد، يا انه ترانزكريبت، يا سجل اكاديمي، يا اشياء. لابد يكون ما يمكن يكتب في البوابه يكتب بسبب الرفض عدم وجود توصيه من كذا كذا، لا يمكن يكتب. لكن السبب اللي موجود في البوابه اذا كان معك موجود الان، اذا في موجود الان كمبيوتر الكمبيوتر موجود بعد اللقاء اجي اسمعك واعطيك بس الاوراق معك. موجود الاوراق ان شاء الله عمرك وكل شيء موجود. انا شوف أنا أشوف اللي معك الآن وأشوف الموجود بوابة وأشوف. سؤال بالنسبة للمرافقين، هل بإمكان المرافق الدراسة في مؤسسة تعليمية غير معترف بها؟
شو فائدة الدراسة في المكان غير المعتبر صحيح؟ وزارة التعليم العالي والدكتوراه العز أكثر يعني معرفة مني في هذا الموضوع. وزارة التعليم العالي وضعت قواعد للجامعات اللي توصي بالابتعاد إليها والدراسة فيها من طرف يعني الحرص على المستوى التعليمي يعني ما دام المنتعات سيصرف لها متابعة، ما دام المنتعات سيصرف لها التوشن الرسوم الدراسية، ما دام المنتعات يعني من ناحية المصاريف مكتملة، ليه المنتعات تروح الجهة المتدنية؟ يفترض أن المنتعات يبحث عن الجهة أفضل. في بعض البرامج تكون 6 شهور مثلا دورة معينة أو كذا، لكن ما تكون أي سؤال فقط من السؤال إذا تعرض الموافق على برنامج أكاديمي هل ممكن الموافق على دورات في عمل؟ لكن هو يتحدث عن برنامج أكاديمي، يفترض أن البرنامج الأكاديمي اللي ينتهي بشهادة شهادة البكالوريوس أو الماجستير يفترض أن يكون هذا الجهة التعليمية يفترض أن تكون يعني بالمستوى المطلوب من وزارة التعليم العالي. وأنا تحدثت يعني سابقا في البداية يجب أن نسعى بأن التكاليف مدفوعة والدولة تصرف مصاريف كاملة، دورنا يجب أن نبحث عن المؤسسات التي تعطيها المستوى المطلوب ونتخرج بكفاءة عالية تؤدي المهام المطلوبة منا والالتزامات المطلوبة بكل كفاءة وبكل مهنية. ترى كثير من الكليات غير معترف بها ما تنتهي بطالب إلى نتيجة أو يحمل معهد يمكن الاعتماد عليه، قد يحتاج إلى تأهيل إضافي. بالتالي شو الفائدة؟ يعني ما دام الصف عليه مكتمل الوقت اللي يمضيه الطالب هو نفس الوقت اللي يمضيه في جامعة معترف بها، فالأفضل له يصرف الوقت في جامعة معترف بها ويبذل جهد إضافي ويحقق النتائج المطلوبة. يمكن الدكتور عبد العزيز عنده شيء إضافي ولا أظن على كلام سمو الأمير، لكن بالنسبة للجامعات المصرية المرافقين إذا كان يغرق الدورة يعتمد على نوع الدورة ومدة الدورة، ولا بد أن يكون الدورة اللي يقدم عليها مشتركة لأنه في موقع الملحقية ودليل طالب المساعد فيه برنامج موجود والحق موجود للمرافقين والدورات الذي يقومها. لكن في أنا عندي يعني يمكن حاجة أبغى أوجهها للجميع، أنا الجميع من الزيارات مع نقابة أبناء الطلاب وأخوان الطلاب إنه أكثر رسالة أسئلة موجودة على بوابة الطلبة والتعليم، موجودة على موقع الحقية، دليل الطالب المساعد موجود في كل ما يطلب الطالب. فدخول على الدليل وجميع الشروط، إذا نقصت أي معلومة تواصل في قسم خاص قسم المرافقين تدخل وتفصل على، إذا لم يجد لك ملف في الملحقية كمرافق ممكن عن طريق المشرف حق الدرس الأساسي تفصل الاستفسار وحيجي لك على طول الإجابة. الله يعطيك العافية. نسأل بالوقت شباب عشان نكسب الوقت. السؤال هناك عندي سؤال هنا. معك عبد الرحيم العلزي موظف الخدمات الطبية. طبعاً احنا مبتعثين هنا بأكاديمية الشرطة ضباط وأفراد مدنيين. عندي أنا مشكلة في موضوع الصرف. لا يصرف علينا هنا من الملحقية. أشوف مع الموظفين القطاعات الثانية أو إنه ضمن الخدمات الطبية. فما احنا عارفين ايش المشكلة، احنا نراجع تكلمنا مع الملحقية قالوا حسب قرار ابتعاد حقك لا يصرف عليك. فأنا قاعد أصرف علي على نفسي وعلى أولادي هنا من راتبي اللي أنزل لي في السعودية. ما أدري هنا الآن أنت مرافق ولا جاي أنا مبتعد موظف مبتعد. وكيف يصرف عليك من الملحقية؟ مفتوح الملف الملحقية؟ مفتوح الملف ومفتوح كل شيء واستلم تذاكر سفر من عندكم بس استلم تذاكر سفر. طيب نظام العسكريين في الابتعاد بالذات الخدمات الطبية جاء بيش في العام الماضي كان بيجتماع وجانا وفد من وزارة الدفاع وتكلموا في لوائح جديدة وردت في عملية ابتعاد الضباط أو الدورات. هل أنتم تعرفون أنها ترجع المية ولا الدورة؟ لا دورة تدريبية. دورة تدريبية هذا يعتمد على المرجع، لما ارجع كسرت مرتبك كامل ومخصصاتك وجميع البدلات. نعم تصرف هنا. معناته أنه كيف يصرف؟ لا يمكن الصرف من جهتين
طيب نظام الدولة يمكن يصرف من مرجعك ويصرف منها. وكيف الموظفين الثانيين المدنيين يصرف لهم من الناحية؟ المدني يختلف عن الملك العسكري، يتم لكم نظام مستقل، نظام الخدمة العسكرية. أنا أحب أوضحه. الملحقية الثقافية بالنسبة للدارسين في موظفين الجهات الحكومية سواء مدنيين أو عسكريين هي تنفذ تعليمات جهاتهم فقط. يأتينا القرار بما ينص عليه قرار ابتعادك، لو كان مكتوب قرار ابتعادك يتم صرفه صرفه. ما يأتي من مرجعك هو اللي ينفذها. احنا مجرد جهة لأن نكون في ارتباط مالي. ينقل من مرجعك الى وزاره التعليم العالي، وزاره التعليم العالي تحول على الملحقيه. فاذا جاء قرار ابتعاد بما ياتي وانت عندك صوره من القرار. فاذا موجود في القرار انه على يكتب فيه اذا كانوا على الملحقيه ان تصرف له كذا 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 ولا تصرف له ملحقيه، من حقيقتك انك تراجع. فهل مكتوب في القرار انه يعني على الملحقيه؟ مكتوب على الملحقيه الثقافيه يتم عليها مصارف حسب ما امرك في البقعه كذا طيب بقعه ارجع ترجعوا له هناك اذا لا انا اقصد انه ممكن يتم الصرف قصده اللي هو المخصص تذكره ما تذكره وكذا. فانت ترجع البقعه هذه واذا في عندك اي استفسار ارسل اي ايميل لي شخصيا وانا اجيك رد ان شاء الله رسمي. والله احنا نتمنى اي استفسار لكن لا تجد مشاكل المتعلمين لا نقول ثقه كتابه. الملحقية تسارع بأنها تعطي الطالب كل ما لديه، بل أحيانا تمدده وتعطيه فرص أكثر منه ولا أبالغ عنه يعني زميل وجانب جهة عسكرية. لكن والله حقيقة المانجر مش المشكلة، احنا عندنا زمان أنا بندفع اللي سبقونا صرفوا لهم مكافأة أدوات علمية ومن أجينا احنا طلبناها رفضوها. هذا شوف المرجع، المرجع نفسه لا معلش المرجع هو المرجع واحد طيب لا ليش تغير؟ لا تغير اللي قدامنا تختلف عنا احنا اللي بعدنا لا ايش 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 الخلل هنا؟ لا تغير المرجع احيانا، المرجع احيانا يغير اللوائح عندي كلها تتغير. يعني العام الماضي كان انا قابلته وسوينا مقابله تلفزيونيه مع الزملاء كلهم طلاب حكينا وزاره الدفاع عسكريين كلهم، فقال لا اللوائح جميع اللوائح تغيرت. اللي يصرف للطالب مثلا انت كطالب في دوره تدريبيه او حتى طالب الان طالب الجامعات، لما تكون طالب مبتعد من جامعه سعوديه لا يمكن ان اصرف لك غير ما هو موجود بقرار، لان ما نملك احنا ما نملك كملحقيه ان نصرف للطالب ما لا نملك. فاللي مو برجع مثلا لو طالب الان تابع لجامعه معينه يطلب انه تجهيز حاجه لتجربته العلميه لبحث التخرج، احنا نكتب خطاب مرجع نقول الطالب ونرفق مع خطاب مشرف حقه، وبما ياتينا من مرجع يتم الصرف، ولابد ان ياتي من خطاب المرجع يكون فيه برضه تحويل مبلغ المال من جامعته الى الوزاره ومن الوزاره تحول للملحقيه. هو على كل حال احنا يعني فرصه ان تواجد صاحب السمو الامير خالد انه قدام الحل هذا في المشكله في مجلس الشورى، وبنفس الوقت احنا ان شاء الله بعد بنرجع هناك، احنا باقي لنا شهر حنرجع وحنا نحاول نشوف هناك يعني نشوف الجهه. احنا مشينا تدريجيا بدينا من الملحقيه الى مدير الخدمات الطبيه ما لقينا حل، ان شاء الله حنواصل احنا برضو. احنا تضررنا هنا في ناس باع بيته هناك وجاي يصرف على نفسه وين وعياله، يعني انتم شايفين الغلل الدوله اللي احنا متعودين فيها، يعني ما هو لهالدرجه ان رتبنا هناك حتغطي خاصه في فانكوفر، يعني مدينه من اجمل مدن العالم واغلى مدن العالم. فهل يعقل ان نبتعد لهذا المكان هذا يعني دون تخطيط دون رواتبنا هالخط؟ يعني والله خذوه شو ودوه خلاص هناك وابتعدوا من المنطقه هذه. والله مرجعك هو اللي اختار الموقع. معلش برضه هو العقل يعني فين العقل فين التخطيط فين الدراسه فين استاذي فاضل، المرجع هو اللي اختار الموقع، ما لا تختار الملحقيه، هي اللي اختار الدوره وهو اللي اختار الموقع وهو اللي اختار المعهد ذات الدورات وهو اللي اختار الكليه وهو اللي اختار القسم. بل احيانا يطلب تفصيل زي العام الماضي جانا جهات معينه وطلبوا مننا انه احنا نساعدهم بس فقط في التواصل مع الجهات العلميه، وهم جو وقت عندهم وتواصلوا معاهم. فهذه اختيار موقع الدوره نوع الدوره المصروفات كلها عن طريق مرجع ما لازم نحط اي دور فيها. الله يعطيك العافيه. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واصل برضه على اللي انا بس ودي استفسر من الاخ الكريم، الان تتذكر بان المصروفات الابتعاث انه يصرف لكم المرتب والبدلات كامله زي ما كانك على راس العمل. نعم صحيح. يعني هو طالبا يتعامل مثل موظف الدوله، يعني يصرف لك نصف الراتب هناك وتوقف البدلات. هذا صحيح. نعم. بس هل هذا في صالحك؟
نعم بصحيح، اني انا شايف زملائي هنا اللي ناشين على نفس القرار انه ماشي معهم الحمد لله مغطي. انا قاعد هناك بعت سيارتي وبعت عفشي تكلم بكل صراحه احنا ما احنا جينا هنا لقنا حل ان شاء الله. ما ادري بس انا يعني معليش فرق الزميل الثاني الموظف في ديوان الخدمه المدنيه ياخذ راتبه الاساسي هنا والبدلات تحسبها على بدلات تطلع لي كم ما ياخذ راتبه الاساسي المبتعث من على من الوظائف المدنيه دائما ياخذ من نصف الراتب اذا كان الماجستير هو هو نصف الراتب طيب حتى مرة حتى مرة لكن انت لو تشوف المصرف اللي علينا من الحقيقه ويعادل النص راتب هناك واكثر لا هو شوف الابتعاث الموظفين كل الموظفين سواء كانوا في الجامعات او في غير الجامعات في قرار دائما نظام الابتعاث ينص على انه ياخذ نصف الراتب بدون بدلات نصف الراتب بدون بدلات نصف الراتب اللي هو البدلات توقف على فكره يعني كل البدلات توقف سواء بدل النقل او غيره توقف البدلات بدل النقل يعني 300 ريال ولا 400 ريال بس انت القطاع العسكري انه 300 ريال يعني نص الاساسي طيب سبب انه يكسب الوقت يا جماعه قبل أن ننتقل هنا في سؤال هل لماذا لا يسمح للموافق الغير سعودي بالدراسة؟ أحسن الموافق الغير سعودي لماذا لا يسمح له بالدراسة؟ المرافق غير سعودي يعني المبتعد أساس سعودي؟ المبتعد زوجته سعودية وهو غير سعودي وغير سعودي والله أنا سبق ذكرت الرد على السؤال هذه كلها لوائح نطبق لوائح فلا يمكن انه حتى كان يكون فيها بعض الطلاب يسال عن اشياء تتعلق بامومته الدراسه والتامين وجاني زيك وجاني والدتي وكذا ففي اشياء في لوائح ما لها حقيقه يعني تجاوزها. جميل تفضل الحين. السلام عليكم. سؤالي يخص جامعات الطب بكندا. معظم الجامعات اللي بكندا ما تقبل غير الكنديين لكن أنا وصلني كلام إنه ممكن تكون في اتفاقية من السعودية إنه السعوديين يعني يقدروا يدخلوا الطب في كندا ما أعرف إيش الطب يا أختي تفكر أختي إقامة ريزيدنسي أو فرشب أو قصدك الـ MD MD بروجرام الـ MD بروجرام في عندنا برنامج مع جامعة دلهاوسي 10 مقاعد ولكن يحتاج الى كريتيريا معينه يطلبون الامكان لابد ان تاتي 25 من 35 اوت اوف والحمد لله السنه هذه اثنين من الشباب الطموحين جابوا النسبه هذه ففي شروط معينه للامكان اي جامعه؟ هذه جامعه دلهاوسي هاليفاكس ففي موجود انا اقول في اشياء موجوده انت لو دخلتي للمشرف حقك اعطاك على طول معلومات اي شيء تبغونه ارسل مشرفك وش اللي تبغاه ويعطيك معلومات. شكرا. يعني احنا نريد الخدمه بالاجابه على اي سؤال يعني. ما عندي شباب اثنين في بس اوكي سامحك. السلام عليكم. سؤالي سؤال عام هو بخصوص اجراءات ال السلام عليكم. سؤال عام بخصوص اجراءات الطلبه المبتعدين والمبنيه على اللوائح. مشكله اللوائح انها بنيت على سيناريو واحد، طالب يمشي على هذا السيناريو. اي اجراء يمشي على هذا السيناريو اجراءاته ما شفناها، وللامانه يعني اي طلب انا ما قد شفت طلب او طالب عنده مشكله مع الملحقيه تعطل واجراءه سليم. الاغلب انه يعني تمشي، لكنه السيناريو هذا اغلب الطلاب ما يمشون على نفس السيناريو. ما هو كل الطلاب يبدون في سبتمبر مثلا. فلذلك ياخذ اجازته في الصيف. ما هو كل الطلاب يقدر يجيب اللغه مثلا في المده المحدده. ما هو اللي نحتاجه في الموضوع هذا هو المرونه. يعني اذا بنطبق اللوائح ومثل ما لاحظتوا انه كثير من الاستفسارات اجابتها موجوده في اللوائح، ذكرت يا دكتور عبد العزيز انه مجرد ان ترجع للوائح الملحقيه والوزاره وضحوها وكلها واضحه وصريحه ومعروفه ممكن انت تعرف خلاص انا برا اللائحه. فاللي يحتاجونه الطلبه المبتعثين او حتى المرافقين هو قضيه ان المرونه في اللوائح، اللوائح قد تكون وضعت ورسمت على يعني اطار ضيق فلذلك كثير من اجراءات الطلاب تخرج خارج هذه اللوائح.
فسؤالي انه هل في امكانيه انه اللوائح يعاد النظر فيها تعطى صلاحيات اوسع للمسؤولين؟ يعني اجراء بسيط بس تعليقا، الدكتور عبد العزيز ذكرت انه حضور المؤتمرات طلاب الماجستير والدكتوراه، نعرف ان اللائحه تقول مؤتمر واحد في نطاق البلد التعب، لكنه نعرف يعني انه في ناس كثير في ملحقيات اخرى يخرجون برا وياخذون اكثر، طبعا قد يكون عندهم مخرج وفي مرونه عندهم او اكثر، لكن نرجع انه اللائحه تقول واحد، كلامك سليم، لكنه نحتاج المرونه في الموضوع هذا. طبعا وش درجه الاولى؟ يعني سقف المرونة، ما نحب سقف المرونة انك تتصرف بدون نظام. لا لا، هم النظام يا سمو الأمير، هو المسألة الهدف واضح، إذا كان المسؤول من بيده الصلاحية يرى أن بالإمكان تحقيق هذا الهدف، يعني فيعني ليش ما يعطى الصلاحية الكافية أن يوصل الطالب للهدف هذا؟ بس أنا ودي أنبه على شيء يعني معين، عادة اللوائح توضع لعدة أهداف، أحد هذه الأهداف مثلا أهداف نوعية، المحافظة على النوع يعني لا تروح إلى الجامعات من قاعدة معينة، الهدف أن نحافظ على النوعية على النوعية، لكن لما نجي نقول ما نسمح لك إلا مؤتمر واحد، هذا مو بهدفها نوعي، هذا هدفها اقتصادي مالي يعني. لو قلنا والله بلا حدود، مع ذلك ممكن واحد يروح 10 مؤتمرات، لو اخذت عندك 160 الف مبتعث، التكاليف تكون باهظه جدا. ولما تكون التكاليف باهظه، البنود المحدده في ميزانيه البرنامج بنود قليله جدا. وبالتالي هذا بيؤدي الى ان واحد من المبتعثين يروح يحضر 10 مؤتمرات و100 مبتعث مو ملاقين لهم حتى يروح يحضر مؤتمر واحد. لذلك هدف اللائحه هنا هو هدف تنظيمي وليس هدف نوعي. هدف اني والله عندي موارد محدوده ابي اوزعها بالتساوي بين المبتعثين. يعني ما ابي مبتعث يصاب بتخمه ومبتعث جائع، فعلى الأقل هذا لا يصاب بتخمة وهذا لا يموت جوع، فهذا هو هذا جانب الهدف من اللوائح. أما نجي للمرونة، مسألة المرونة هي عادة ترتب بحسب مستوى الصلاحية في الأنظمة تنص على حالة عامة، حالة عامة هذه تنطبق على يفترض على 90% من الناس، يبقى 10% من الحالات ما تنطبق يعني يعني تحتاج الى المرونه التي تفضل فيها. فهذه المرونه ما تناط او تعطى للموظف اللي يطبق النظام مباشره، تعطى للموظف اعلى مرتبه. فجزء من هذه المرونه مثلا تكون مربوطه بالملحق. واذا هذه المرونه صارت اكبر تربط مثلا بوكيل الوزاره. مرونة تحتاج شيء أكثر توصل إلى الوزير. تحتاج مرونة أبعد أبعد فوق النظام لازم تروح لمن أقر النظام. واضحة؟ وبالتالي يعني أنا أنظر إلى قضية المؤتمرات تحليلي الشخصي أنها هي تنظيمية مالية. حتى أن لا نظلم يعني نعطي حق متساوي للطلاب بهذا الجانب. لكن في حالات ضيقة ويقدرها المسؤول الأكبر، يعني لو كان شخص بتخصص دقيق معين وعنده بحث له قيمة معينة، هذا أحيانا يعني المسؤول عنده الصلاحية الكافية لتدبير حتى لو من أي بلد آخر غير البلد المخصص لهذا الشيء للوصول. لكن أنا لما نتكلم عن الحالة العامة هذا اللي يحضر إننا ننظر لهذا المؤتمر بأنه مؤتمر يعني يسمى أو يصنف بأنه مؤتمر عادي في التخصص التحقيقي يعني لا أقل ولا أكثر منه. بالتالي ما نقدر نروح نلغي الأنظمة أو نحط فيها مرونة زايدة، لأن أحيانا لما نحط
لما يصير انت الحين لو تفكر بالطريقه الميكانيكيه تحط في مرونه في فراغي كفراغ السياره ما تشد عليه شوي تبدا تقربع السياره تخرب الكفراغ ما عاد في السياره لذلك لازم انك تحكمها شوي تحكم لا تحكم العمل حتى تمشي مسيره العمل مضبوط خليتها تتصل بالخلخله أنا سمو الأمير يعني كلامك جميل لما قلت إنه نظام يوضع لحالة عامة 90% أو أي نسبة كبيرة تغطي الجزء الأعظم فأنا ودي إنه يعني وهذا اقتراح دكتور عبد العزيز إن شاء الله ينقله للمسؤولين الملحقية إنهم يسوون دراسة ينظرون هل فعلًا إجراءات الطلاب تقع في خانة 90% هذه وإن الاستفسار لأن أنا أتوقع إنهم يواجهون مشاكل كبيرة. يعني هم يعني عليهم جهد مشكورين ما يقصرون ولكنه برضو يواجهون مشاكل انه قد يكون ان 90% هم خارج فهنا يكون في مشكله في اللائحه نفسها تحتاج تعديل. صحيح كلام صحيح كلام سليم ولذلك اذا لوحظ من خلال تطبيق اللائحه الفارحه والانظمه يعمل جهد بشري. طيب. جهد بشري دائما عرضه للنقص عرضه للخطا عرضه للنسيان. اما ان يكون النظام احسن شيء هذا نسيان. أو يكون النظام قرر شيء ما هو سليم أو خطأ أو النقص ما هو إهمال لكن النقص هو شيء ناقص بالتالي تحتاج أنك تحدث هذا النظام. أنا كنت اقترحت أحد الزملاء زملائكم في أوتاوا طرح مثل هذا الموضوع واقترحت عليه يعني يكتب مقترح يعني إذا في حالات محددة يكتبه ويرفع على المحطية الجماعات. إذا كانت هذه ظاهرة تمثل نسبة عالية جدا مثل ما تفضلت 90% مقابل 18 لذلك أكيد فيه يعني فيه في ملاحظات من أكثر من جهة وبالتالي هذه ينظر إليها وقت تعديل الأنظمة والأنظمة ما هي سهل تعديلها يعني تحتاج وقت يعني كل 5 سنوات على الأقل أو 10 سنوات تخضع لأنظمة للمراجعة والتدقيق أو الإعادة أو حتى أحيانا تغيير كامل. فأنا أقول أن أقترح أكثر لكن هذه الأشياء هي مقترحات هي مقترحات جميلة وهدفها جميل. و يعني الأمر هذا ما هو نوعي هذا تنظيم إداري وبالتالي يعني في مجال البحث لو كان شيء نوعي ممكن نحسن معناه لا النوعية ما نساوم عليها. جميل ودينا نحسن الوقت لاتك وعافية في سؤال موجه يمكن أكثر للدكتور صالح اللي استصار فايز لماذا يعني في ظل العدد الكبير في الطلبة السعوديين في غرب كندا وفرق التوقيت بين الغرب والشرق لماذا لا يفتح فرع الملحقية والسفارة في بريتش كولومبيا أو في غرب كندا؟ والله هذا السؤال يعني ما موجه للسفارة لابد أننا نرجع عن وزارة الخارجية تفيد هذا الموضوع. هل ممكن يقدم طلب؟ ممكن 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 كتابة الوزارة هي اللي تفيد هذا الشيء. تفضل سؤالك. السلام عليكم. أنا حاليا مرافق لسه في الثانوية وقصر الآن في الإجراءات لما جيت الجامعة الإجراءات نفسها إجراءات حق الطلاب النسائي. أنت طالب ثانوي؟ إيه. مرافق فيها؟ إيه. ولا ثانوية؟ أنت ولا كنت عارف؟ لا أختي. وأنت مرافق معه؟ طالب ثانوية؟ إيه. تبغى تقدم على الجامعة؟ تكمل هنا ولا تكمل في السعودية؟ لا هنا. تبغى تكمل؟ تقدم هنا قبول من الجامعة. إيه ولما تاخذ القبول ترفع في طرف الاجراءات موجود تبغى تبغى بعثه مستقله. هو السؤال هل يعامل نفس معامله الطالب الجديد او لانه هو اوريدي؟ لا هو مرافق هو مرافق في طلبات فيها طلبات موجوده مرافقين لما يجيب القبول ويجيب الإجراءات يرفض ويطلب إنه حصل على قبول يحصل على الجواز ويطلب يعني المايك لنا حصل من هنا.
طالب وافق وجبت القبول للجامعة وأدرس في الجامعة، عشان أدرس على الجامعة لازم أصير مبتعث، وعشان أصير مبتعث لازم يجيب، قالوا لي من الشروط إن المبتعث يكون باقي له 6 شهور وإن المبتعث نفسه يكون عنده قبول أكاديمي، لكن المبتعث لسه ما جاء قبول أكاديمي، لكن أنا جاني فما ما يعرف كيف أبدأ. أنت الآن المشكلة الأدب المفرق بين المبتعث الأساسي ومراد اللي مفتوح لبلد الآن واللي يصرف عليه مبتعث، فأنت عم مبتعث، أنت مراقب مبتعث، فطالما المبتعث لم يأتي بالقبول الأكاديمي فهذا هو احنا نتعامل مع المبتعث ليس مع المراقب. لكن المراقب جاب القبول الأكاديمي. جاب القبول الأكاديمي، احنا نبغى احنا نبغى احنا زي كذا تروح المستشفى ويجي واحد مريض وواحد مع مراقب. يقول الدكتور أنت ولا تحس فيه. يحتاج إلى أن الإنسان يوحي جيد وعلا بشكل من الأشياء
بعض الجوانب، فيبحث عن سكن يعني معقول قد لا يكون قريب جدا ويكون بعيد نوعا ما نسبيا، وبالتالي يوازن ما بين تكلفة المعيشة والقرب من الجامعة وفي سبيل يعني في سبيل الوصول إلى الهدف اللي يريد تحقيقه. لكن إذا كان هدفه ما هو والله الجامعة بذاتها بذاتها لكن ويراه في المدينة نفسها، أفضل يعني إذا كنت مو هدفي الجامعة هدفي فقط المدينة، وبالتالي أنت تهدف إلى مدينة غالية ليه تروح تجي إلى مدينة غالية وأنت مو هدفك أصلاً التميز العلمي والجامعة الشهرة مثلاً في الجامعة الأوروبية، روح ابحث لك عن مكان أنسب مالياً وأنسب حتى من ناحية المستوى التعليمي والأكاديمي اللي يتناسب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ضابط مكعب سلطان محمد الحقاني. أحب أقول بس شكر أنا على مشاركة نهاية هذه البعثة، وأشكر الملحقية الإنتخابية على اللي يقدمونه لنا. أنا عندي ملاحظة بس بسيطة بالنسبة لتغيير المعهد والنسبة لمجلة الفرق العزيز، تغيير المعهد هنا في هذا إذا بغيت تغيير معهدي يقول لازم نرفع الجهة الأساسية في وزارة الداخلية ثم يردون علينا تغيير المعهد. الشيء هذا كنت تاخذ مني شهر على بال ما يجيني رد بسماح بتغيير المعهد، مع انه اجراء عادي جدا مثل ما كان المهندس عبد الله السبيعي انه لابد من المرونه في الموضوع هذا. يعني ليه ما يتعامل مرتعب العسكري وكذا مثل ما يقدر الطالب في عمليه تغيير المعهد؟ بقيه المحقيات يعني انت تقترح ان يكون تغيير المعهد من صلاحيه الملحق؟ نعم من صحيح، لان الملحقيه الثقافيه في امريكا الملان هناك واللي في استراليا واللي في نيوزيلندا من الملحقيه نفسها، احنا هنا في كندا لابد ان نرفع الوزاره الداخليه عشان يجينا الرد من التدريب الامريكي. واحب اشكركم بعد في نهايه هذا اللقاء على الحضور معنا. الله يبارك فيكم. بالنسبة للجهات لما تطلب التغيير معنا بالنسبة للأشياء لكن إذا كانت في جهة معينة كانت وضعها تطلب معنا معينة، فإحنا دائما الحقيقية أن نفقد ما تطلب الجهات بالذات المبتعدين المؤسسات الحكومية والجامعات، ما يطلب الجهة نفقد، إحنا مجرد منفذين لما لوائح منظمتهم. هم نفسهم يقولون المعاهد المعتمدة عند الملحقين، فنفس الكلام هم يقولون دام المعهد المعتمد من عند الملحقين بإمكان الملحقية هي اللي تغير لك. يعني ليش هم يرفعون لنا؟ ليش الملحقية الثقافية في كندا فقط هي اللي ترفع لنا طلب تغيير المعهد؟ والمشكلة دورتي أنا محددة بسنة ثم تتأخر. تقرب تكتب بس الاختبار اسمك والحالة وكذا، وأنه في كندا أمريكا يأخذ من كندا وبريطانيا، بس أهم شيء يكون من عمل في أمريكا قبل لا بشيء. بالنسبة للبري ماستر سمعت إنه في لها قبول في إيرلندا من خمسة ونص، فإذا رحنا من خمسة ونص ممكن إني بعد ما أخلص البري ماستر أكمل ماستر دايركتلي، فأضاعف يعني لو أرفع هذا الملحقين الملحقين قد تاخذ بعين الاعتبار البري ماستر. سؤال بري ولا سؤال بري؟ طبعا لك سؤال بري ولا طيب بالنسبة للبري ماستر أنت جاي قبل من إيرلندا بري ماستر؟ لا أنا سنقلت معنا وقلت أفكر فيه. لا ما فيش اسمه بري ماستر، هم البري ماستر رشقوا في البزنس وكانوا يأخذون البري ام بي اي إذا كانت موجودة في خطاب القبول موجودة في خطاب ما فيش اسمه بري ام بي اي بس إنه طالب من أجلس في البزنس، ولكن في مواد تكميلية إحنا ما قبل إذا كان الباك جراوند غير متوافق مع التخصص حق البزنس اللي هي فسموها مواد تخصص يعني تكمليه لاكمال برنامج، ولكن تقريبا انتقال الدوله او شروط انتقال الدوله هذه تعتقد الوزاره الام 3 الملحقيه مجرد انه منسق بين الطالب والوزاره في الامور الانتقال الدوله الدوله يرفع اوراقه يرفع مصوباته والملحقيه ترسلها الى الوزاره هناك تحصل لا البري ماستر الان اللي موجود اكثر البرامج اللي موجوده تطلب بري ماستر يتكلم عن البري ماستر هي مجرد المواد التكميليه للماجستير
ولكن لا يمكن للوزاره توافق على تقييم ماستر. الوزاره لا توافق على درجه علميه ثابته، ماجستير، دكتوراه، بكالوريوس. تهيئة الوظائف
الخريجين بالاخص حتى المبتعدين ومجلس الشورى في احدى توصيات اوصى لتقوم وزاره التعليم العالي بالترتيب لتوظيف المبتعدين العالي بعد الحصول على الدرجات العلميه الملازمه. يبدو وزاره التعليم العالي قامت يعني بجهد كبير في هذا الجانب ونظمت ايام المهنه يعني الاخوان في الملحقيه وتوالفهم ونظموا يوم المهنه وكان يوم مثل كذلك اليوم اللي نظم في واشنطن من قبل الملحقيه في امريكا كانت ايام يعني ناجحه وموفقه وكثير من الشركات والجامعات حضرت وكانت فرصه لاستقطاب الخريجين وطلاب التخصصات. اضافه الى ذلك بعد الرجوع الى المملكه هناك عده جهات حسب التخصص بعض التخصصات الالتحاق سهل جدا فيها والحصول على وظيفه سهل وبعض العاملين من بعدها حصلوا على يعني مرتبات ما شاء الله يعني مغريه جدا واستخدموا مباشره حتى قبل ما يتخرجوا وصلتهم عروض الوظائف الى ما فيهم مباشره. وطبعا بعض الخريجين اللي تخرجوا بدراسه التخصصات يمكن سوق العمل ما يطلبها بشكل كبير او مستوياتهم في التخرج ما كانت بالمستوى المامول او الجامعات اللي تخرجوا منها ما كانت بالمستوى المامول. هذول طبعا سيواجهون نوعا ما تاخر في الحصول على الوظيفه. أنا يعني يمكن سألت سؤال شبيه بهذا يعني السؤال في أوتاوا. قلت يعني من يمكن أهم شيء في قضية التوظيف أن الإنسان يقدم نفسه تقديم سليم وهذا أشار إليه الدكتور عبد العزيز من قليل. يجب على الخريج أن يتعلم كيف يكتب السيرة الذاتية ويقدم نفسه تقديم الصحيح والسليم ويعلم نفسه في مؤهلاته بدوراته باهتماماته والخبرات اللي اكتسبها سواء حتى يعني خبرات عمليه في مجال التخصص او خبرات حتى خارج التخصص كعمل تطوعي او غيره. ويقدم على اكثر من جهه ويستوعب الجهات اللي يتوقع ان يكون فيها فرص مناسبه يعني الجهات اللي تتناسب مع التخصص اللي يتخرج. هذا جانب. الجانب الاخر يكون صبور يعني يقدم ويصبر ويتابع واحيانا تاتي الردود ما هي فورية لأن كل الجهات فيها رجال وفيها يعني مسؤولين يراجعون القوائم يراجعون المعاملات بالتالي تحتاج إلى وقت ولذلك يجب أن يكون المتعب والعالم نوعا ما يتمتع بشيء من الصبر. الجانب الآخر بعض المبتعثين يعني نوعا ما يبحث عن فرص وظيفية بمرتبات عالية على والبحث على الافضل امر مطلوب بدون شك ما في شك. لكن يفترض بالمتعب ان يلتحق بالفرص الوظيفيه وان لا يضيع وقته في سبيل البحث عن الوظيفه المرتب العالي او المميزات العاليه. يلتحق بوظيفه يكتسب خبرات فاذا تيسرت الوظيفه الافضل بالامكان ان تطالب الوظيفه. في نفس الوقت يستطيع ان يجمع من الخبرات الشيء اللي يناسب ايضا حصولها على وظيفه افضل. الانقطاع الطويل ما بين التخرج وطلب العمل يعكس صوره سلبيه عن طالب العمل. يعني الجهات اذا رايت متخرج عام 2010 ومن الان 2013 في محل العمل ولا توقفت طول الفترة ما بين 2010 إلى 2013 غير ملتحق بعمل هذا مؤشر سلبي أو مؤشر غير إيجابي على طالب العمل. بالتالي تجد الجهات اللي توظف تكون نوعا ما على حذر أو تستريب من هذا الشخص، هذا الشخص عنده مشكلة ليه ما توظف اللي ما اشتغل. قد يكون ما اشتغل لكنه يخفي خبرات عامه، قد يكون فشل في عمله، قد يكون صارت له مشكلة وأخفاها. بالتالي تكثر الاسئله، ولذلك افضل شيء ان الانسان يبحث عن الافضل من المطلوب والانسب ويختار ويكون في مجال تخصصه حتى يكتسب خبرات ما يكون يروح والتخصص المحاسبه ويروح يشتغل علاقات عامه.
يحاول يروح لتخصص المحاسبة حتى لو كان رتبه أقل قليل، لكن لأن الاختبارات اللي بيكتسبها خبرات أكبر. في نفس الوقت يبحث عن فرصة أفضل حتى يلتحق بها أو ينتقل إليها. في هذه الأثناء حتى لو جمع 2013 وما زال يبحث، لكن خلال 3 سنوات الماضية هو على رأس عمل ويقوم بعمل متناسق مع تخصصه يتخرج منه شهادة اللي يتخرج بها، وبالتالي يعني تعكس صورة إيجابية من ناحية تحصله أو الحصول على خبرة، ومن ناحية جدية وإمكانية التواصل في العمل والحصول على يعني مرتبة أعلى وعلى مسؤولية أكبر وحجم أعمال أكبر. ولذلك يعني دائما في كل أنحاء العالم الحصول على وظيفة ما هو أمر سهل. بعض الناس يعني يستقطب بسهولة، يكون تخرج من برنامج مميز وحصل بدرجات مميزة، تجي بعض الشركات تستقطبه مباشرة حتى قبل التخرج، يتصلون عليه ويعرضون عليه، تجي هذه الشركة تقول تعالوا على مبلغ، الشركة الثانية تعطي مبلغ، والشركة الثالثة تعطي مبلغ، ويجلس دوره فقط يقيم العروض اللي يعني يروح يختار العرض الأفضل. وفي شخص لا يعني أقل، وفي شخص أقل، وفي شخص لا يسعى وراء الوظيفة، ما هو تسعى وراء الوظيفة، هو يسعى وراء الوظيفة. ولذلك نعود إلى كلام اللي ذكرته في البداية، إن التميز يحقق لك أشياء كثيرة، تحقق بجامعة مميزة يحقق لك أشياء كثيرة. التميز دائما لازم في مصلحة الفرد، في مصلحة المجتمع، في مصلحة الدولة والوطن. بالتالي لا بد أن نسعى وراء التميز، لأن الوقت الحالي ما عاد في مجال غير التميز. إذا كنت متميز دائما بتصير الخلف، وعصرنا هو عصر التنافس، إذا ما أنت قادر على المنافسة يعني لا بتخرج من حالة الاستقرار. فأنا أعتقد إن يعني الحمد لله البلد فيها خير، الحمد لله 8 مليون أو 9 مليون غير صحيح اللي يعملون في مختلف التخصصات. أنا كنت أقول لزملاء الكمبيوتر ما نقول كل 9 مليون فرصة عمل متاحة على السعودية، خلينا نقول ربعها مناسب للسوق، يمكن 3-4 غير مناسبة حاليا في وظائف خدمية وإنشائية وغيرها، لكن خلينا نقول ربعها مناسب، ربع التسعة مليون ولا 10 مليون يعني عندك مليونين وظيفة، مليونين هذه تحل كل مشاكل التوظيف، سواء عناصر طالبة التوظيف من الدبور أو من يعني من كل الفرص. ولذلك يعني الحمد لله البطالة عندنا ما هو مصدرها قلة وظائف مثل كثير من الدول الأوروبية في كندا وفي أمريكا، ما في وظائف، البطالة نتيجة قلة الوظائف. لكن عندنا في المملكة الوظائف موجودة عند 8-9 مليون وظيفة شاغرة في حكم الشعب. المشكلة ما هي في الوظائف الوظيفة، المشكلة في فرار الوظيفة وتأهيله ومدى ملائمة الوظيفة. لذلك كل ما كان الواحد يكون أكثر ملائمة للفرص اللي موجودة، فتكون فرصته للضمان، فرصته للالتحاق بالعمل أكبر. كل ما تكون وظيفته غير ملائمة وغير مناسبة، أو مستوى متدني، أو ما هو بالكفاءة المطلوبة، بالتالي تكون يعني فرصة للحصول على عمل أقل. وأعود أكرر التميز، التخصص. أخلاقيات العمل، تقنية العمل، كل هذه الأشياء هي اللي تقول الإنسان في سواء الوظيفة. طبعاً لا أي شك ما ذكرت لكم، في ناس الوظيفة تسعى وراءها، في ناس تسعى وراء الوظيفة، وفي ناس تسعى وراء الوظيفة وتحققها بسهولة، وفي ناس تسعى وراء الوظيفة وتتعب قليلاً، وفي ناس تتعب كثيراً، وفي ناس تتعب ولا تحقق المطلوب. المهم أنا أعتقد أن المجال الموجود والفرص متاحة، تحتاج منا بس إلى شيء أجل. جميل. عشان الوقت يا جماعة، بأخذ آخر سؤال من الإمارات وآخر سؤال من الجمهور. في سؤال ورد، هل من ممكن عمل تصويت أو استبيان للمبتعثين قبل صدور أي قرار يمسهم بشكل مباشر؟ هل من الممكن عمل تصويت أو استبيان للمبتعثين قبل إصدار أي قرار يمسهم بشكل مباشر؟ لأنه صارت بعض الحالات أن الاستقرار بعد الإلغاء، لو كان في استبيان تمر. تصويت للإيش يعني؟ قصد استبيانة؟ إيه استبيان للممتع، هذا سؤال ممكن. الفرق الإنسان يسأل وش قصده بالسؤال؟
اللي كتب السؤال شو راح؟ اللي كتب السؤال إيش كسر التصوير؟ لو يديش على استفتاء. نعم استفتاء بس كسر من الفئة الاستفتاء. ما هي الفئة الذي يعني تقصد بالاستفتاء؟ لا نتكلم عن القرار نزل في الملحقية يتنفذ على الطلاب من غير مشاورة. يعني كورم مشورة بينهم يعني مشورة بين الطلاب وبين الملحقية. لا إذا في شوف قرار اللي ما يزل ملحقية، الملحقة لا تنفذ القرار. الملحقية تنفذ جهة تنفيذية لقرارات من الدولة. فالملحقية لا تنفذ اليوم لا تنفذ القرار، والله أوقف الابتعاد أو أوقف الصرف أو ما في قرار فيها لوائح وأنظمة تمشي عليها الملحقية. لا يمكن يوم من الأيام ينزل لك قرار جديد على المبتعدين وينزل فيه أشياء أنا ما قلت إنه نزل يوم من الأيام. سواء يمكن طالب أو لا موجود الملحقية. وهذا اللي انا كلمت قبل شوي كلم زميلي وانا بالعكس يعني صوت الطالب انا اقول اذا كان الظاهر فعلا وانتم تحسون انها فعلا انه فيها يعني تضرر من الشيء هذا يكتب كل طالب يقول والله يكتب الطلاب انا هذا هذا وتصحح الجهات اللي تخسر. لا ادري ايش كان النقطه الاخيره في السؤال لكن انا بتكلم عن الامر بشكل عام. طبعا الاستفتاء مو دائما سليم او جواب صحيح بسليم لكن هو بس استفتي عن حقية ان قائمة الجامعات توسع ولا تقلل الاستفتاء شو يقول هو توسع لكن هل هذا الاستفتاء سليم؟ هل نتائجه سليمة؟ هل تسلط المصلحة العامة؟ لا لو قلنا مثلا نسوي استفتاء عن زيادة المكافأة اكيد كلهم يقولون ايه زيادة إيه بالتالي الاستفتاء هنا يعني قلنا نقنن حروف الاستفتاء كيف ومتى يستخدم الاستفتاء ومتى ما يستخدم الاستفتاء لذلك في قضايا تحتاج أحيانا إلى استفتي كل الناس وأحيانا تستفتي جزء من الناس وأحيانا تستفتي هذه الخبرة تخصصي وأحيانا تستفتي المستفيدين التي تعتمد على موضوع الاستفتاء موضوع اللي تبحث المشكلة التي تعاني منها أو تحاول إيجاد حل لها. فإذا كانت هي هدفها الوصول إلى رأي توافقي بين مجموعة معينة، أنت تستمتع. شوف الأغلبية وش تقول، أنت تمشي معها، تعالوا نمشي شرط نمشي شرط نمشي شرط نمشي شرط. لكن لما نجي لقضايا يعني معروفة أنت المستفيد لابد تتحيز. وجانب التحيز في نتيجة الاستفتاء مهمة يعني تلغي قيمة الاستفتاء. ولذلك دائما الاستبانات والناس اللي يشتغلون في اعمال المسوحات الميدانية في الاستفتاءات لابد يضبط العينة يضبط الأداة أداة الاستفتاء بأنها ما تكون فيها أي نوع من التحيز لرأي معين. وبالتالي تضبط نتائج هذه الأداة وتضبط القرارات اللي تنبني على ولذلك يجينا يعني شوي نكون حذرين في قضايا الاستفتاء متى يطبق وكيف يطبق وعلى من يطبق ومن هم المستفيدين في تطبيقه. بس انا هذا كلام عام يمكن الكلام الخاص الى الجامعه يعني اخر سؤال. السلام عليكم. نتكلم عن برنامج التدريب التعاوني القائم اللي طبقته الجامعات السعوديه ونجح كثير توظيف المخرجين من الجامعات السعودية. هذا البرنامج ليش ما يطبق على المبتعثين المخرجين؟ أنا بين فين صاحب الكاميرا بالنسبة للبرنامج التدريب التعاوني القائم اللي طبق في الجامعات السعودية استفاد كثير منه الطلاب اللي تخرجوا من الجامعات السعودية استفادوا كثيرا بالحصول على وظائف لذلك ما تطلبه القطاع الخاص بالخبرات. فليش ما يطبق المخرجين المبتعثين لمدة ترم دراسي كامل سواء في بلد الابتعاث أو في المملكة حتى؟ طبعا برنامج التدريب التعاوني هو برنامج التعليم التعاوني ما طبق كل الجامعات السعودية
بشكل عام، يمكن تطبق في بعض التخصصات محددة، تطبق في بعض الجامعات مو كل الجامعات، تطبيق محدود. طبعا في صعوبات تطبيق التعليم التعاوني أو التدريب التعاوني، وما هو هدف التدريب التعاوني؟ التوظيف أساسا، لكن التوظيف جاء نتيجة التدريب التعاوني. فمثلا يعني إذا كان بعض منسوبي أو طلاب الهندسة مثلا في الهندسة الكهربائية ولا الهندسة الكيميائية والتحقوا مثلا راحوا في برنامج تعاوني للتدريب في شركة عرب ولا شركة مثلا وقضوا مثلا عندهم 4 شهور في عملية التدريب، والهدف التدريب استكمال برنامج أكاديمي. شركة أرامكو ولا شركة سابق المسؤولين القائمين على التدريب من خلال متابعتهم للطلاب في أدائهم بهذا البرنامج استكشفوا أن زيد وخير وفلان وفلان طلاب مميزين ومناسبين للعمل، والطالب فلان وفلان وفلان غير مناسبين، فهم يروحون يستقطبون هذول الطلاب لأنهم تعرفوا عليهم، تعرفوا على قدراتهم وكفاءاتهم، يستقطبوهم بسهولة، يعني تصارف فرصة من الفرص أنهم يستقطبون لهذه الجهة. لكن الهدف الأساسي من برنامج التعليم التعاوني هو توجه لتمهين التخصصات، يعني الكثير من مخرجات الجامعات أصبحت مخرجات يشار إليها أنها نظرية أكثر من اللازم، وأن الطالب يحتاج إلى أن يكون أكثر التصاق بالمهنة من البرامج ما تعديها وتعطيها البرامج الحالية، خصوصاً إذا ما في معامل مختبرات زيارات ميدانية وتطبيقات ميدانية كاملة. فهذا هو هدف بالذات في التخصصات التطبيقية. لما نجي للتخصصات الصحية نجد أن هذا البرنامج أساساً برامج التخصصات الصحية مبنية على التطبيق المستمر بداية العمل أو المرحلة اللي تسمى المرحلة الكلينيكية في البداية الطبية. فهم دائما متصلين بالمستشفى، يشتغلون في المستشفى، يشوفون حالات المرضى، يتابعون حالات مختلفة، وبالتالي هم دائما يعملون في الميدان، وبالتالي هم يمارسون هذا العمل. الآن التخصصات الطبية يعني كثير من الجامعات، يعني بعض الجامعات في أمريكا أو في كندا عندهم شيء هو جزء من الدراسة، جزء من البرنامج الدراسي، يطلب من الطالب أن يقضي فترة ويقدم تقرير في النهاية عن المرحلة اللي قامها ويقدم تقارير المشرفين عليه في الجامعة، وهذه تعتبر متطلبات باستكمال الحصول على الدرجة العلمية. يبقى السؤال أن فرصة المبتعث للتعرف عليها من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي في المملكة هي أقل من الطالب اللي في المملكة اللي يمارس التعليم والتعاون في الجهات الخاصة. هذا صحيح وهذا سليم، لكن هذا ما يقلل من قيمة المبتعث والحصول على الخبرات من خلال عمليات الفوارق والتعليم التعاوني مع الجامعة مع الجهات التطبيقية المختلفة كالشركات والمراكز المالية والمؤسسات المالية وغيرها الجهات التي تمهن الطلاب في التخصصات المختلفة. فأنا ما أعتقد أن يعني ما هو هدفها التوظيف بقدر ما هو هدفها الجانب الأكاديمي. إن شاء الله إني قدرت أجاوب على هذا. أخ سارة اللي خاطر صوتك. السلام عليكم. سؤالي صاحب السمو الدكتور، طبعا ما دخل الابتعاث، طبعا زي ما تفضلتوا ان الخبره لها اهميه، يعني طبعا متخرجه، طبعا انا خريجه كيمياء، متخرجه عام 2010، درست لمده 2 سنين خبره، بعدين جيت هنا كدراسه، طبعا ما كان يصلها اي فاصل اجازه لي، يعني هارد وركينج، بس طبعا في موقع تعيين المعلمات لم يكن هناك أي مساحة من ناحية الخبرات أو كدورات، لأن معي أكثر من دورة كمان، فكان فقط بدرجة الجامعة، فإذا ممكن إيصالها لمجلس الشورى وشكراً. والله أنت تقدمتي على وظيفة التدريس يعني كمعلمة، أنت حالياً تدرسين ماجستير؟
أنا قبل لا أدرس هنا، قبل لا أجي الماجستير، أنا معي خبرة، يعني من حقي إني أنا أقدم على هذا الموقع وأضمن الوظيفة. هم يعني الخبرات تحكي الخبرات التدريسية. طبعا أنا مكتوبة أيضا بالموقع لأنه إحنا سجلنا عن طريق الموقع. أنت خبرتك ما هي تدريسية؟ أنا خبرتي تدريسية سنتين في مدرسة أهلية. يفترض أنك تحتسب خبرات؟ لم لم تحتسب ولم يضاف لي أي خبرة. بس إذا في مشكلة إجرائية للخبرات حسب معرفتي يعني قد يكون أنا مختلف لكن حسب معرفتي أن الخبرات عادة تحتسب. خصوصا إذا كانت في مجال العمل يعني في التدريس. لكن شوف في مشكلة إجرائية يمكن هي اللي ما تقدر تعطي الخبرات. يبغى لها مراجعة شوي. ما في أقعد أحكم بس كانت قبل تحتسب. الآن لما أنا أفتح الموقع وأسوي أبلاي يعني ما في مجال للخبرات أو الدورات. ممكن إعادة الموقع. بس يمكن في صفحة معينة فيما تخطي عليها ولا شيء. صفحة لغير الخبرات. يمكن في معلومات أساسية وفي صفحة أخرى للخبرات يمكن يمكن ما تلقى فيها. أنا جدا حريصة والله يمكن أنا ما أدري قد يكون أنا ترى بعيد شوي عن الموضوع هذا لكن أتأكد إن شاء الله. ختاما أيها الأخوة الكرام والأخوات، يطيب لنا أو يطيب لإدارة الجمعية أن يكرموا الضيوف الكرام على حضورهم ومشاركتهم معنا في هذا اللقاء المفتوح، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا مثمرا يارعا يعني بإذن الله تعالى. تفضل. أنا بس قبل ما يعني الأخوة زملائكم يكرموا أحد أنا ودي بس أنا طبعاً أول شيء أشكر ما أدري إخواني ولا أبنائي ولا كل شيء أي أخواتي يعني ما بكبر نفسي ولا بنفسي سعادة السمو خلينا إخوانك أفضل من أبنائك عشان ما تحس بالكبر لا إيه خلينا إخوانك خلاص على أنا واحد أخواني أخواتي يعني الحقيقة أنا سعيد جدا وفي تواصلي ومشاركتي معكم في هذه الليلة المباركة وهذا الحضور الجميل والحقيقة يعني أقدم الشكر الجزيل لمعالي التعليم العالي على يعني دعوتي ولحقيقة الثقافية في أوتاوا وللسفارة السعودية في أوتاوا وكذلك لي شكر خاص كثير لجمعية الطلبة السعوديين أو نادي الطلبة السعوديين في فانكوفر على حسن إدارتهم وحسن ترتيبهم واهتمامهم والحقيقة الكلمة يعني مسجلة بالتاريخ. أنا قبل ما أجي لكندا جلست أبحث في جوجل أشوف خطوط كندا والمبتعثين اللي فيها وش كيف شكلهم وصورتهم يعني خلاص سويت سيرش قبل ما أجي والحقيقة والحق يقال يعني ولا هي كلمة مجاملة يعني من أنشط أو أنشط نادي في السعوديين هو كان نادي فانكوفر أنا شفتها الحقيقة وطلعت عليها وكانت فعاليات جميلة ونشيطة مرتبة سواء في الترتيب والتنظيم حتى في الإخراج حتى في عرضها في اليوتيوب لما شفتها كانت بصورة يعني مشرفة الحقيقة وهذا يعكس الحقيقة يعكس شخصية الطلاب وأعضاء النادي والمشرفين على النادي شخصياتهم إن شاء الله مبشرة بالخير وإن شاء الله نرى في وجودكم إن شاء الله مستقبل مشرق للمملكة في كل القطاعات إن شاء الله نقوم بأدوار يعني عجزنا عن نقومها في الجمهور إن شاء الله تعالى. فشكر خاص بتقدير للزملاء في النادي و يعني بدون تحديد أحد لكن رئيس النادي بدون شك كل الله يستاهل كبير يعني ربنا نقول للنادي القضية إن شاء الله تعالى. شكري الخاص والخالص وتمنياتي بكم جميعا بالتوفيق والسداد في حياتكم ودراستكم وتعودوا ان شاء الله سالمين غانمين وشكر لكم لحضوركم وشكر لكم لصبركم علي يعني هذه كثرة لا
نشكرك، نشكر الكلمات الواقية اللي أعطيتها لأبنائك وأخوانك وأخوات المبتعثات، ونيابة عن جميع السمرة الملحقية وأبناء المبتعثين، نشكركم. شكرا. جمعية الطلبة السعوديين لتكريم الضيوف درعا تذكاريا على حضورهم ومشاركتهم معنا في هذا اللقاء. سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن شاهد آل سعود عضو مجلس الشورى. سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الصالح مساعد الملحق للشؤون الثقافية والاجتماعية. الأستاذ صالح الفايز القنصل السعودي بسفارة خادم الخارج. شكرا لحضوركم وتفاعلكم في هذا اللقاء. شكرا لضيوفنا الكرام على سعة إدارتهم وإجابتهم على استفسارات الحضور. شكرا لفريق العمل والاخوه المتطوعين في جمعيه الطلبه السعوديين في بريطش كولومبيا. ايها الاحبه الكرام، نتفضل على العشاء ونستمعكم عذرا، يبدا الاخوات في الدخول في المفتوح، ثم بعد ذلك اخواننا الكرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.